بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على المصطفى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فاجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا علم إلا ما علمتنا إياه، سبحانك إنك أنت العليم الحكيم. النهاردة معادنا مع وحش الثانوية العامة، معادنا مع بعبع اللغة العربية لكل الطلبة والطالبات، معادنا مع النحو. النهاردة هنركز على نقط مهمة جدا، وكل الناس النهاردة بقى مصفية ذهنها خالص وعاوز تركيز عالمي، علشان النهاردة أهم فرع في المادة 20 درجة في النحو. كل الناس مركزة وكل الناس تعمل اللي عليها، عاوز ورقة وقلم وركز معايا ونبدأ في بعبع الثانوية العامة النحو. يلا بينا. عاوز كل الناس مركزة معايا النهاردة، وعاوز كل الناس مطلعة ورقة وقلم، ونكتب نقطة نقطة، وما تعديش نقطة انت مش فاهمها. محدش يعدي لي نقطة مش فاهمها. أول حاجة هشتغل معاك صوب الخطأ. لما أجي أقول لحضرتك يجب ألا تهملون واجبكم، في خطأ في الجملة. ولما أجي أقول لك إلا تدعو إلى الخير فسوف تندم، واضح جدا ان في اخطاء، خطا في الفعل اللي في الاول وخطا في الفعل الثاني. الا هنا الناصبه، هي اصلها ان الناصبه اصلا، ده مدغمه فيها، يبقى ده مضارع منصوب بالا وعلامه نصبه حذف النون، يبقى يجب الا تهملوا واجبكم. الا دي ده اصلها ان الشرطيه، يبقى اللي بعدها مجزوم، يبقى مجزوم بحذف حرف العله، يبقى الا تدعو الى الخير فسوف تندم، يبقى دي جازمة إنما دي ناصبة. لو جبتها لك صوب الخطأ. لازم تبقى عارف الفرق بين ألا والفرق بين إلا. كلام جميل وكلام زي الفل. عاوز كل الناس مركزة معايا في اللي جاي. استخرج اسم فاعل. مفيش قطعة ثانوية عامة ما بيجيش فيها نقطتين ثلاثة من المشتقات. أول ما أقول لحضرتك اسم فاعل، تبحث عن كلمة على وزن فاعل، هي دي الاسم الفاعل من الفعل الثلاثي. وساعات في القطعة بيحدد اسم فاعل من ثلاثي، وساعات يقول من غير ثلاثي. لما اجي ابحث عن كلمة على وزن فاعل فاقول حامد، قائل، صائم، خلي بالك ان ممكن يجمعوا، وخلي بالك ان ممكن يحط الف ولام، وممكن اقول لك الصائمون اجمع مذكر سالم، اقول لك الصائمة، مش لازم يجي على وزن فاعل بنفس الصورة دي. طب لو قال استخرج اسم فاعل من غير ثلاثي، مهم جدا، نبحث عن كلمة تبدأ بميم مضمومة ومكسور ما قبل الآخر، زي مستخدم. أيوة، وخلي بالك هو ولا هيضم الميم ولا هيكسر ما قبل الآخر، ده في أحيان كتيرة جدا بيحط الألف واللام على الميم قبل الميم عشان حضرتك ما تاخدش بالك إن الكلمة بتبدأ بميم مضمومة. يبقى أجي أقول لك مستخدم. أيوة، المعلم مستخدم التكنولوجيا في دراسته او في تعليمي، شوف، او في دروسي. مستخدم، ينفع اقولها مستخدم التكنولوجيا؟ لا، يبقى ميم مضمومه ومكسور ما قبل الاخر، بالرغم انه ما ضبطش او ما شكلش الكلمه. لما اجي اقول لحضرتك استخرج اسم فاعل من ثلاثي، تبحث عن كلمه على وزن فاعل. طب غير ثلاثي، تبحث عن كلمه تبدا بميم مضمومه ومكسور ما قبل الاخر. وفي احيان كتيرة جدا بيقول استخرج اسم فاعل ويسكت، ما قالش ثلاثي ولا غير ثلاثي، دور انت بقى على وزن فاعل او ميم مضمومة ومكسور ما قبل الاخر. استخرج اسم مفعول، اسم المفعول يكون من الثلاثي على وزن مفعول. الله، ده نفس الكلام. ايوة، زي حمد محمود، وفهم مفهوم، خلي بالك ان هو مشتق من مبني للمجهول، يبقى فعله مش حمد، فعل الثلاثي حمد، وفعل الثلاثي فهم وأكل، يبقى محمود ومفهوم ومأكول ومهضوم ومعروف اسم مفعول ثلاثي. طب اسم مفعول من غير ثلاثي، نبحث عن كلمة تبدأ بميم مضمومة ومفتوح ما قبل الآخر، دي بقى مفتوح ما قبل الآخر، زي مستخدم. أجي أقول لك الحاسوب مستخدم في الدراسة، شوف الكلام، ما ينفعش أقول الحاسوب مستخدم في الدراسة، أقول القلم مستعمل في الكتابة ولا مستعمل في الكتابة؟ لا، القلم مستعمل في الكتابة، يبقى ميم مضمومة ومفتوح ما قبل الآخر.
يبقى الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول في الغير ثلاثي ان اسم الفاعل غير ثلاثي ميم مضمومه ومكسور ما قبل الاخر، اما اسم المفعول ميم مضمومه ومفتوح ما قبل الاخر. خلي بالك الكلمه اللي بعد اسم المفعول تعرب نائب فاعل وهي المعمول. المعلم معروف اثره. اثره دي ايه؟ ده نائب فاعل مرفوع بالضمه. خلي بالك الكلمه اللي بعد اسم المفعول بتعرب نائب فاعل لانه اشتق من الفعل المبني ايوه للمجهول صح. استخرج صيغه مبالغه. صيغ المبالغه لازم نفتكر مع بعض، مفعال، فعال، فعول، ايوه فعيل وفعل. ادي الخمس اوزان بتوع صيغ المبالغه. تطلع لي مقدام، صوام، سميع، بصير، حذر، فطن، قلق، يقظ، سميع، بصير، ايوه يبقى كل ده. طب لو قلت صوام وقوام، ده صوام وقوام على وزن فعال. طب لو قلت اكول وصبور وشكور، ده على وزن فعول. يبقى صيغ المبالغه لما اقول لك استخرج صيغه مبالغه تبحث عن كلمه على وزن مفعال، فعال، فعول، فعيل، فاعل، حاجه من الاوزان دي. كلام جميل. استخرج اسم زمان او اسم مكان. العيال بتتثبت قوي في اسم الزمان والمكان. اول حاجه تبحث على وزن مفعل زي ايه؟ زي مسعى. او تبحث على مفعل زي موعد. يبقى مفعل او مفعل، ده من الثلاثي. لما اقول لك استخرج اسم زمان او مكان مفعل ومفعل، يبقى يا اما بيكون كلمه على وزن مفعل يا اما كلمه على وزن مفعل بكسر العين. طب ده من الثلاثي. طب الغير ثلاثي مفاجاه بقى، وحد يقول لي زي ايه؟ نبحث عن كلمه تبدا بميم مضمومه ومفتوح ما قبل الاخر. حد يعرف اشتقاق اسم الزمان والمكان من غير ثلاثي بيشبه ايه؟ ايوه بيشبه اسم المفعول. طب وانا اعرف ازاي ان هو زمان ولا مكان ولا مفعول؟ المعنى هو اللي بيتكلم. لما اجي اقول لك المساء ملتقى الاصدقاء، خلي بالك المساء ملتقى الاصدقاء. ملتقى هنا اسم زمان. طب ليه اسم زمان؟ عشان قلت المساء ملتقى الاصدقاء. انما لما اجي اقول لحضرتك النادي ملتقى الاصدقاء، لما قلت النادي ملتقى الاصدقاء يبقى اسم مكان، بالرغم ان هي نفس الكلمه ولكن حسب المعنى هو اللي بيحدد اذا كان زمان او ايه، ايوه او مكان. خلي بالكم ان في حاجه اسمها المصدر الميمي. المصدر الميمي برضه بيشتق على وزن مفعل او مفعل والغير ثلاثي ميم مضمومه ومفتوح ما قبل الاخر. نفس طريقه الاشتقاق بتاعت اسم الزمان والمكان هي المصدر الميمي. المصدر الميمي ده مصدر مبدوء بميم زائده لغير المفعله وبيشتق على وزن مفعل ومفعل. يعني ببساطه لو طلب مني في القطعه مصدر ميمي بدور على الوزنين. طب لو طلب مني اسم زمان او مكان بدور على الوزنين. طب لو مش لاقي الوزنين يبقى انت عندك اسم زمان او مكان لغير ثلاثي، والغير ثلاثي يبدا بميم مضمومه كملوا لي ومفتوح ما قبل الاخر زي اسم المفعول بالظبط. كلام جميل وكلام زي الفل، عاوز كل الناس مركزه. استخرج اسم تفضيل، مهم جدا 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 في الثانويه العامه اسم تفضيل. اما تيجي تدور على اسم تفضيل نبحث عن كلمه على وزن افعل والمؤنث على وزن فعلى، فانت بتطلع افضل وفضلى واعظم وعظمى، ادي اسم التفضيل. اسم التفضيل بيكون على وزن افعل والمؤنث فعلى، يبقى ممكن اشوف اعظم وممكن اشوف عظمى. ممكن يجيب لي اسم التفضيل محلى بألف ولام، يعني بدل ما يجيبها لي اعظم يجيبها لي ايه؟ ايوه قول الاعظم. يبقى خد بالك انت بتبحث عن الوزن ده او الوزن ده. طب مش لاقي الوزنين، شوف لي كلمه خير وكلمه شر، دي كلمات اسماء تفضيل خارج القاعده، يعني خارج الوزن، ماشي على وزن افعل ولا مؤنثها فعلى. في حته مهمه جدا جدا لازم كل الناس تاخد بالها منها. يلا ورقه وقلم واكتب ورايا. انت الاعلى شانا، جمله قديمه، جمله قديمه بس جمله مهمه. انت الاعلى شانا المطلوب. انا عايزك تخاطب بالعباره المثنى بنوعيه والجمع بنوعيه. يعني ايه؟ ببساطه انا عايز المثنى المذكر والمثنى المؤنث وجمع المذكر وجمع المؤنث. هقول انتما الاعليان شانا، واقوم كاتب جنبها ده يا جماعه مثنى مذكر اهو، كلام جميل وكلام زي الفل. واقوم كاتب انتما
العليان شأنا، وهم كاتب جنبها ده مثنى مؤنث. لاحظ كده يا جماعة، لما جبت المثنى المذكر قلت الأعليان، إنما لما جبت المثنى المؤنث قلت العليان. طب أنا عايز أجمع مذكر، أنتم الأعلون شأنا، شوف أنا قلت إيه، ده جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم اهو، قلت انتم الاعلون شأنا. طب انا لو عايز اجيب جمع مؤنث سالم، انتن العليات شأنا، ده اسمه ايه؟ اسمه جمع مؤنث سالم. خد بالك خد بالك، عشان الجمله دي مشهوره جدا في الامتحانات، بيجيبها سنه وسنه. انت الاعلى شأنا، انا عايز مثنى بنوعيه والجمع بنوعيه. تقول لي المثنى انتما الاعليان شأنا، ده مثنى مذكر. طب انتما العليان، ده مثنى مؤنث. طب انتما الاعلون شأنا، ده جمع مذكر. انتن العليات شأنا، ده جمع مؤنث. يبقى انا خطبت المثنى بنوعيه وخطبت الجمع بايه؟ بنوعيه. حته مهمه مهمه جدا، خد بالك من اسم التفضيل. في خطا شائع بيقول ان اللي بعد اسم التفضيل دايما تمييز، مش شرط، ممكن يكون مضاف اليه. لاحظوا كده الفرق بين مصر أعظم شأنا ومصر أعظم دولة. بصوا معايا، لما تيجي عايز تعرف القاعدة القديمة بتاعتنا بتاع اسم التفضيل اللي بعده تمييز، احذف اسم التفضيل واقرأ الجملة. مصر شأنا، ايه مصر شأنا دي؟ انا مش فاهم الجملة، يبقى دي تمييز، ويبقى دي القاعدة القديمة، تمييز منصوب بالفتحة. طب مصر أعظم دولة، طب ما هو مصر فعلا لو انا حذفت اعظم، ما هو مصر دولة، اذا الدولة دي مضافة الى مصر، يبقى دولة دي مضافة اليه. خلي بالك خلي بالك خلي بالك، عشان دي حتة خطيرة جدا في الامتحانات، مش كل كلمة بعد اسم التفضيل. احنا واخدين كده من الاعدادي ان اي حاجة بعد افعل تمييز منصوب، مش شرط. طب ما هو مصر اعظم شأنا ومصر اعظم دولة، شأنا تمييز، انما دولة هنا ايه؟ ايوه مضاف اليه. تعال شوف النقطة اللي جاية معايا كده، تعال شوف النقطة اللي جاية معايا كده. المقصور والمنقوص والممدود، لازم نراجع التلاتة طبعا. خلي بالك، نبدأ بالمقصور، ده اسم ينتهي بألف لازمة، اللي أنا بين قوسين بقول عليها ألف لينة، ما هو مفيش حاجة اسمها ألف لينة، اسمها ألف المقصور. زي كلمة إيه؟ زي كلمة مصطفى، وزي كلمة منتهى، وزي كلمة مقتضى. شوف الكلام، يبقى المقصور اسم بينتهي بألف لازمة بين قوسين ألف لينة في النطق، الألف اللازمة دي بيسموها ألف المقصور. لما تيجي تسمي مصطفى فأنت بتقول مصطفيان، ما عملتش حاجة غير حطيت الألف والنون، إنما لما أجي أجمع مذكر سالم بقول مصطفون، حذفت ألف المقصور، ألف المقصور دي اتحذفت وحطيت الواو والنون، إنما هنا أنا حولت جبت أصلها ياء وحطيت الألف والنون. لما جه أسن منتهى، حد يسن لي منتهى؟ منتهيان. طب اجمع مؤنث سالم، منتهيات. شوف انت بتعمل ايه، المثنى وجمع المؤنث السالم ما فيهوش اي مشكله. طب لما تيجي تجمع مذكر، لا ده انا بحذف الف المكسور وبجيب الاصل. لا ما بجيبش الاصل، ده انا بحذفها اصلا واحط الواو والنون، فاقول مصطفون. شوف الكلام، خلي بالك من المكسور، اللي اخره الف لينه هو ده المكسور. طيب انا عايز المنقوص، لا المنقوص ده اسم معرب ينتهي بياء لازمة، مقصور ما قبلها، ده ياء بجد، المقصور ده ياء بجد، الساعي والداعي والشاكي، هو ده المقصور يا جماعة، المقصور ده كلام بجد مش هزار، ايوه ده ياء بجد بتتنطق ياء. خلي بالك، اما اجي اسني الساعيان نفس الكلام. طب اجمع مؤنث الساعيات، طب اجمع مذكر، اوعى تقول لي الساعيون، امال ايه؟ الساعون، تحذف لي الياء خالص وتحط الواو والنون، نفس طريقه المكسور، ده هم اولاد عم، نفس الطريقه. المنقوص ده هو في حته مهمه جدا جدا جدا، اذا جاء المنقوص نكره ما فيهوش الف ولا، وكانت النكره مرفوعه او مجروره، ايه اللي يحصل؟ تحذف ياؤه. المنقوص لو جاء نكره ما فيهوش الف ولا، مرفوعة أو مجرورة تحذف ياء، يعني إيه نكرة؟ ما يكونش في ألف ولا، بدل ما أجيب كلمة الساعي هجيب كلمة ساعي، أيوة، وتبقى مرفوعة أو مجرورة، أحذف الياء. ودي حتة خطيرة جدا في الامتحان، صوب الخطأ. دور أول 2017 في امتحان الثانوية العامة، شوف بيقول إيه؟
التكاسل عن المشي مؤذي. في خطأ في الجملة. مؤذي دي اخرها ياء، طالما اخرها ياء يبقى اسمها ايه؟ ردوا علي، اسمها منقوص. برافو عليك. طالما اخرها ياء يبقى اسمها منقوص. والتكاسل عن المشي مؤذي ده خبر، اذا خبر مرفوع يبقى جاء نكرة ونكرة مرفوعة، يبقى لازم احذف الياء. يبقى اقول التكاسل عن المشي مؤذي ولا مؤذن؟ التكاسل عن المشي مؤذن. اللي يحذف الياء كانت متوزعة بدرجتين او ثلاثة. تخيل الامتحان دور اول 2017، الدنيا بسيطة خالص في النحو، مش عاوز حد يقلق. ما تفتكرش ان النحو بيجي خارق للطبيعة، مفيش الكلام ده خالص. عاوز الناس مركزة واكتب ورايا نقطة نقطة. يبقى المنقوص اذا جاء نكرة مرفوعة او مجرورة تحذف ياؤه. طب يلا بقى تعال شوف الممدود. الممدود ده هو ده اسم بينتهي بهمزة، بس الهمزة قبلها ايه؟ قبلها الف. شوف الكلام. الهمزة دي قبلها الف، زي كلمة انشاء اهو، وزي كلمة صحراء، وزي كلمة بناء وعطاء. شوف الانواع بتاعة الممدود. الممدود اسم بينتهي بهمزة وقبلها الف، ده اسمه الممدود. المشكلة بقى يجي ساعات يقول لك استخرج ممدود وبين نوع الهمزة. العيال تخاف من موضوع نوع الهمزة، سهلة جدا. ويجي يقول له سنيه بقى واجمحهولي، ويقول لك انا مش عارف اعمل ايه، ده اسم اخره همزة. هات الماضي من انشاء، انشأ. لما تجيب الماضي وتلاقي الهمزة يبقى نوع الهمزة دي اسمها همزة اصلية، والهمزة الاصلية تبقى كما هي. ما تلعبش في الكلمة، انا عاوز اسنيها يبقى انشاءان وانشاءات، اجمع، اعمل اللي انت عايز تعمله. الهمزة الاصلية تبقى كما هي. طب انا عرفت ان هي همزة اصلية ازاي؟ عشان هي في الماضي بتاع الكلمة. لما جبت الماضي كده بيني وبين نفسي عرفت ان الهمزة موجودة. انما لو الهمزة بقى مؤنثة، دي بيسموها همزة تأنيث، والقاعدة بتقول تقلب همزة التأنيث الى واو في البداية. يعني انا عايز اسني، اوعى تقول صحراءان ازعل منك، صحراوان. طب هي صحراوان ازاي؟ الالف والنون بتاعه المثنى. طب انت حولت الهمزه دي الواو ليه؟ عشان دي اسمها همزه تانيث. ايوه. حسناء، اسنى اقول حسناءان ولا حسناوان؟ حسناوان. برافو عليك. شوف الكلام. اجي اقول في الالوان شقراء، اقول شقراءان ولا شقراوان؟ حمراءان ولا حمراوان؟ خلي بالك ان الالوان مؤنثه، يبقى الهمزات على طول بتاعه التانيث تقلب الى واو. طب صوب الخطا، يلا ورقه وقلم واكتب ورايا، اكتب ورايا. تمتلئ مصر بصحراءات عديده. حد يصوب الخطا؟ صحراءات؟ لا، امال المفروض ايه؟ ايوه صح جدع، صحراوات. اقلب الهمزه الى واو لانها همزه تانيث. هات لي الماضي بتاع بناء، واد قال لي بنيا، صح، واد قال لي بنوى. خلي بالك حتى لو انت جبت الماضي غلط في دماغك، اصل انت ما بتكشفش في المعجم. الكشف في المعجم انت لازم تجيب ماده الكلمه اصليه صح. انما لما تيجي تجيب الماضي اللي قال لي بنيا واللي قال لي بنوى، وواحد مالوش في النحو وخلص قال بن وسكت اكنها مضاعفه، ده واحد مش عارف نحو اصلا. كده كده اما جبت الماضي ما لقيتش الهمزه اصلا. ولما ما لقيتش الهمزه في الماضي يبقى الهمزه دي بيسموها النوع الثالث، منقلبه عن اصل. ده النوع الثالث لانها مش موجوده في الماضي. المنقلبه عن اصل بقى اسيبها زي الاصليه ولا اقلبها الى واو زي التانيث؟ لك ما تشاء. واحد قال لي بناءان، ساب الهمزه وحط الالف والنون بتاعه المثنى، اجابتك صحيحه. طب واحد قال لي بناوان، قلب الهمزه الى واو وحط الالف والنون، اجابتك برضه صحيحه. شوف الكلام. حد يقول لي همزات الممدود، لا الناس نايمه. همزات الممدود اصليه وتانيث ومنقلبه عن اصل. طب حد يقول لي بعرف الاصليه ازاي؟ اجيب الماضي بتاع الكلمه، تبقى الهمزه كما هي. لما الاقي الهمزه في الماضي اسيبها زي ما هي، وسني واجمع مؤنث واجمع اللي انت عايز تجمعه براحتك، اتعامل، انطلق، لان الهمزه همزه اصليه والقاعده تقول ان الهمزه الاصليه ها تبقى كما هي. كلام محترم. طب تعالى كده في همزه التانيث تقلب الى واو. طب تعالى كده في همزه المنقلبه عن اصل. لا، المنقلبه عن اصل بقى ده موال كبير، اما ان تبقى الهمزه واما ان تقلب الى واو. طب اعرف ان هي منقلبه عن اصل ازاي؟ لما اجي اجيب الماضي بتاع الكلمه الاقي على طول زي كلمه سماء. حد يجيب لي ماضي سماء؟ واحد قال لي سموى، برافو عليك. واحد حلها غلط بينه وبين نفسه قال سمية، اصل هو ضعيف في النحو. ما تقلقش، اللي قال سمية في دماغه واللي قال سموى حلها صح
كده كده لما جيت اجيب الماضي ما لقيتش الهمزه، اذا الهمزه منقلبه عن اصل، والقاعده تقول الهمزه المنقلبه عن اصل اما ان تبقى كما هي واما ان تقلب الى واو. طب يلا نركز في الحته اللي جايه دي قوي لو سمحتم. تعالى كده استخرج مصدر المصادر. اول حاجه المصدر الثلاثي ده بيسموه مصدر سماعي يا جماعه. المصادر اللي هو المصدر الصريح، يقول لي استخرج مصدر صريح، يقول لك احنا ما خدناش الصريح، احنا خدنا المصادر. ما هو ليه يا ابني المصدر الصريح؟ الثلاثي اسمه سماعي وده ملوش قاعده. حضرتك طلعت لي كلمه نجاح من قطعه، برافو عليك. طلعت لي كلمه زراعه من قطعه، برافو عليك. طب انا جبت ماضي نجاح نجح، ايوه، والعمل عمل، والزراعه زرع. طالما الماضي ثلاثه يبقى انت طلعت مصدر ثلاثي اللي هم بيقولوا عليه مصدر ايه يا جماعه؟ ايوه سماعي، برافو عليك. طب طلعوا لي بقى مصدر قياسي. المصدر القياسي ده رقم واحد الرباعي. كل بقى الناس مركزه في موضوع الرباعي ده. الرباعي ده اجيبه ازاي؟ شوف الاوزان بتاعته، افعله افعال، زي اكرم اكرام وانفق انفاق. كلام جميل. عندي فاعله مفاعله وفعال، زي ناقشة مناقشة ونقاش. كلام محترم. عندي كمان وزن فعل تفعيل، زي ايه يا أستاذ؟ زي كرم تكريم. كلام محترم. عندي الوزن القديم في الرباعي، الوزن القديم في الرباعي اللي انت اول وزن خدته وانت صغير، فعلل فعلال وفعلل، زي ايه؟ زي زلزلة زلزال او زلزله. الاثنين صح. شوف كده مصادر الرباعي. اول حاجه عايز اقولها لكم وانبهكم ليها، ان مصدر الرباعي يا حبيبي او الخماسي او السداسي اللي احنا نشتغلهم حالا، المصادر مش الناحيه دي، المصادر الناحيه اللي هناك. يعني ايه؟ يعني لما اطلب من حضرتك مصدر رباعي في القطعه، حضرتك بتدور على افعال المصادر يا جماعه، او بتدور على مفعله وفعال، او بتدور على تفعيل، او بتدور على فعلال وفعلله. وزن المصدر هو الناحيه اللي هناك، ده وزن المصدر. خد بالك من الحته دي عشان الناس بتنام قوي قوي في الحته دي. ايوه، يبقى المصادر هي الاوزان اللي هناك مش اللي هنا. امال اللي هنا دي وزن الايه؟ ده وزن الفعل. ده لما اقول لك استخرج مصدر وزنه وبين فعله او وزن فعله، تقوم مرجع الفعل بتاعه على طول وتوزن الفعل. رقم اتنين، المصادر اسماء وليست افعال، يعني تقبل الالف واللام. انا عايز اشوف انا حليت صح او لا. طلعت كلمة إكرام، حط ألف ولام على إكرام كده وأنت شغال، الإكرام، أنت كله تمام. في حاجة مهمة جدا في المصادر تاخد بالك منها، المصدر مش بعدد حروفه. الناس اللي مش متأسسة في النحو بتغلط الخطأ ده. يجي على سبيل المثال يلاقي كلمة إكرام في القطعة، فيعمل إيه؟ يعد لي إكرام، 1 2 3 4 5، يقول لك ده خمسة يبقى ده خماسي. غلط. ماضي إكرام إيه؟ أكرمة. أكرمة كام؟ أربعة، يبقى ده مصدر رباعي. إذا يا باشا تحديد نوع المصدر بيرجع لفعله الايه يا باشا؟ الماضي. يرجع لفعله الماضي. لذلك مصدر الرباعي بيطلع خمسة، ومصدر الخماسي بيطلع ستة، ومصدر السداسي بيطلع سبع حروف. يعني المصدر بيسبق الفعل بايه؟ ايوه بحرف. ده لو انت عاوز تجيبها بالطريقه البدائيه خالص. شايف؟ طيب راجعوا معايا مصادر الرباعي عشان نسيب المصدر الرباعي واخش في الخماسي. افعله ها افعال، جدع. فعله مفعله وفعال. طب فعله ده فعل مضاعف، تفعيل، زي كرم تكريم، وقدم تقديم، وعظم تعظيم. طب ايه كمان؟ فعلله فعلال وفعلله. كلام محترم وكلام جميل جدا. هات لي مصدر الخماسي، وعاوز الناس انتباه 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 مع الخماسي. افتعل افتعال، زي اعتمد اعتماد، ايوه. وانفعل انفعال، زي انقصر انكسار. كلام محترم. تفعل تفعل، خد بالك من المصدر ده، زي تعلم تعلم، وتقدم تقدم، وتحضر، ايوه تحضر. مشكله 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 الوزن هو في الخماسي، لان ما حدش هيطلعه غير اللي بيعرف يقرا بس. يجيب في القطعه كلمه تقدم وحضرتك تقراها تقدم، فما تعرفش تطلع المصدر الخماسي. تقدم وتحضر وتمدن
ده من اكتر الحاجات اللي بتيجي في مصدر الخماسي في امتحانات الثانويه العامه، اللي هو وزنه تفعل تفعل، زي تعلم تعلم، وتمدن تمدن، وتقدم ها تقدم. كلام جميل. طيب في ايه كمان في الخماسي؟ تفاعل تفاعل، زي تناقش، ايوه تناقش. الحاجات اللي بتبقى المصدر فيها مختلف عن الفعل بتشكيل، فلازم تبقى فيها اهتمام في الامتحانات، ولازم تعرفوا ان هم بيفكروا فيها كتير جدا في الامتحانات. زي تفعل تفعل، وتعلم تعلم، وتقدم تقدم. خلي بالك، وزي تفاعل تفاعل، فقول تناغم تناغم، وتناظر تناظر. الفرق بين المصدر والفعل هو الضمة. أيوة، يبقى خد بالك من الوزنين دول. طبعا السداسي كلنا بنموت في المصدر السداسي. استفعل، أيوة ردوا علي، استفعال. زي استخدم، أيوة استخدام. طب أنا هسأل يلا سؤالين في المصدر. أول حاجة هسأل سؤالين في المصدر، الأوزان اللي أنت بتدور عليها للناحية دي، اللي الناحية دي هي اللي أنت بتدور عليها في القطعة. هسأل سؤالين في المصدر. أول حاجة، المصادر أفعال ولا أسماء؟ لا أسماء، إذن هي تقبل ألف واللام. طب المصدر بطلعه بعدد حروفه ولا بطلعه بعدد حروف فعله الماضي؟ بعدد حروف فعله الماضي. يبقى مصدر الرباعي أجيب الماضي بتاعه الرباعي، أعرف إن ده رباعي. الخماسي أجيب الماضي بتاعه يطلع خمسة، يبقى ده كان خماسي، مش بعدد حروف الكلمة نفسها. كلام جميل وكلام زي الفل. طيب أنا دلوقتي عاوز أجيبه بعدد الحروف، يبقى خد بالك إن مصدر الرباعي هيطلع خمسة، ومصدر الخماسي هيطلع ستة، ومصدر السداسي هيطلع سبع حروف. طب ما تيجي نشوفها. حد يعد لي استخدام. استخدام ألف والسين والتاء والخاء والدال والألف والميم، سبع حروف. شفت؟ لو أنت عاوز تجيبها بعدد الحروف وأنا لا أحبذ هذا. كلام جميل وكلام رايق وكلام واضح لكل الناس. تعالى كده نشوف حاجة تانية، نشوف حاجة تانية. ركزوا في الحتت اللي جاية، ركزوا في الحتت اللي جاية. أنا عاوز الناس تطلع مبتدأ حذف خبره، بس أنا عايزك تقدر الخبر المحذوف. يجي يقول لك مبتدأ خبره محذوف أو حذف خبره، وقدر الخبر المحذوف. طب أقدر الخبر المحذوف إزاي؟ أسكت هو محذوف، ما هو قواعد ثابتة. أسكت هو محذوف، ده قواعد ثابتة يا حبيبي، ما تقلقش. اللي بعد لولا، أول قاعدة اللي بعد لولا. الاسم الواقع بعد لولا مبتدأ مرفوع، أيوه، لخبر محذوف. الخبر محذوف أهو، تقديره موجود. ما توجعش قلبك. أي كلمة بعد لولا مبتدأ مرفوع لخبر محذوف، تقديره موجود. لولا الله ما اهتدينا، أصل الجملة إيه؟ أيوه، لولا الله، أيوه، ما اهتدينا. لولا الغيث لهلك الزرع. لولا الغيث موجود، المطر، لهلك الزرع. يبقى إعراب اللي بعد لولا مبتدأ مرفوع لخبر، أيوه، محذوف. الخبر المحذوف أهو، تقديره موجود. كلام جميل وكلام زي الفل. طب تعالى كده بقول كمان، إذا كان المبتدأ قسما صريحا، لو المبتدأ قسما صريحا الخبر بيحذف. يمين الله، يمين الله لأجتهدن، أصل الجملة إيه؟ يمين الله، يميني، يمين الله قسمي، لأجتهدن في المذاكرة، لأجتهدن في حياتي. يبقى لو المبتدأ قسما صريحا، لو المبتدأ قسما صريحا يحذف الخبر، وتقدير الخبر المحذوف يميني أو قسمي. الحالة الثالثة في حذف الخبر، إذا عطف على المبتدأ، إذا عطف على المبتدأ بواو للمصاحبة والملازمة. يعني إيه؟ يعني أجيب مبتدأ وواو كلمة. لو جبت مبتدأ وواو كلمة يبقى الخبر محذوف وجوبا، تقديره متلازمان. أجي أقول لحضرتك الجندي وسلاحه، واجي اقول لكم اكمل بخبر في الامتحان، يبقى تقدير الجمله الجندي وسلاحه جاوبولي متلازمان، لان المبتدا اتعطف عليه اهو، عطف على المبتدا بواو للمصاحبه والملازمه، يبقى على طول الخبر محذوف تقديره كلمه متلازمان. المعلم وقلمه متلازمان، يبقى الخبر المحذوف تقديره متلازمان. يبقى اللي بعد لولا ممكن في الاعراب مبتدا مرفوع لخبر محذوف تقديره موجود. إذا كان المبتدأ قسما صريحا
فيحذف الخبر وتقدير قسمي أو يميني، وإذا عطف على المبتدأ بواو للمصاحبة فيحذف الخبر أيضا وتقدير كلمة متلازمان. عاوز كل الناس مركزة عشان بدأنا ندخل في الجد. عاوز كل الناس مركزة كده معايا، واجي أقول لحضرتك تعالى كده صوب الخطأ. يلا، أما اجي أقول ألا أنكم، بس مش هكمل الجملة. ألا إنكم، مش هكمل الجملة. أصل بعد ألا الاستفتاحية إن بتكون مكسورة، يبقى ألا أنكم ولا ألا إنكم؟ ألا إنكم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما ينفعش أقول ألا أن أولياء الله. طب أجي أقول لحضرتك صوب الخطأ، أما أجي أقول والله أن الساعة لقادمة، حد يعرف الخطأ اللي في الجملة؟ برضو إن مكسورة، عشان إن بعد القسم بتبقى مكسورة، وبعد ألا الاستفتاحية بتبقى مكسورة. أيوة، جاب لهم في النموذج الاسترشادي من سنتين والعصر، أيوة، أن الإنسان لفي خسر. حد يعرف الخطأ اللي في الآية؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر. طب هي إن مكسورة ليه؟ ما هو العصر ده قسم يا باشا، قسم. ربنا بيقسم بالعصر زي الواو حرف قسم وجر والله مقسم به، نفس الكلام والله والعصر ده قسم ربنا بيقسمه في الآية الكريمة. يبقى فعلا إن بتكون مكسورة بعد ألا الاستفتاحية وبعد القسم وفي أول الكلام. أما أجي أقول لك صوب الخطأ أن محمد ولد صالح، لا 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 لا، إن محمد ولد صالح، ما ينفعش أبدا تبقى مفتوحة في أول الكلام. طب أجي أقول لحضرتك حيث أنه، بس ما كملش الجملة، حيث إنه، لأن بعد حيث بتكون مكسورة. يبقى خلي بالك صوب الخطأ، لازم تكون عارف إن إن بتأتي مكسورة في عدة مواضع، بعد القسم، بعد أنا الاستفتاحية، في أول الكلام، بعد حيث، في بداية جملة الحال. أدركته وأنه مسرع، خطأ، أدركته، أيوة، وإنه مسرع، يبقى بتكون مكسورة في صدر جملة الحال. طيب أجيب لك جملة وأقول لك علل لفتح همزة أن، تفتح همزة أن لأنه جاز تأويلها هي واسمها وخبرها بالمصدر الصريح، بتتحول من مصدر مؤول إلى مصدر صريح. لما أجي أقول مثلا، مثلا سرني أنك ناجح، بصوا على الجملة دي كده، سرني أنك ناجح. شوف اسم إن وخبرها، أحولها لمصدر صريح، فالأصل أيوة سرني نجاحك. شوف الكلام، أنا حولتها لمصدر صريح، واللي سرني هنا نجاحك، نجاحك هنا فاعل مرفوع، يعني شوف المصدر المؤول يجوز تأويلها هي واسمها وخبرها بالمصدر الصريح. عشان كده فتحت همزة أن حيث جاز تأويلها هي واسمها وخبرها بالمصدر الصريح، فأجي أقول سرني أنك ناجح، فأصل الجملة سرني نجاحك، يبقى نجاحك هنا فاعل أصلها كده، يبقى ده فتح همزة أن، إنما فوق ده كسر همزة إن، بتكسر همزة إن في عدة مواضع. حد يقول لي فين؟ بعد أنا الاستفتاحية، بعد الاسم الموصول. أجيب لك الذي أن، لا لا لا، التي أن، مش هينفع، التي إن والذي إن اسم الموصول. بعد أنا الاستفتاحية، بعد حيث، تكسر في أول الكلام، أن مصر تتقدم في الأونة الأخيرة، بس 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 مش هينفع، إن مصر تتقدم في الأونة الأخيرة، يبقى في أول الكلام نفس الكلام. في صدر جملة الحال وبداية جملة الحال، أدركته وأنه يركب القطار، أدركته وإنه يركب القطار. شوف وخد بالك من مواضع كسر همزة إن. طيب أما شوف بقى مين اللي هيجيب الحتة اللي جاية دي، صوب الخطأ. أقول أوشك الطلاب مشفقون من الامتحان، إيه بقى الكلام ده بقى؟ في خطأ في الجملة طبعا، أوشك ده كده وأخواتها، وكده وأخواتها رافعة ناصبة، وخبرها لازم يجي جملة فعلية، أوشك وأخواتها ليه كده وأخواتها، كاد وقرب وأوشك وعسى وحر وخلولقة، ما ينفعش أبدا الكلام ده. ده أنا لازم أقول أوشك الطلاب يشفقون من الامتحان. أيوه، طب ما في خطأ تاني، أوشك وعسى
بيكثر في خبرهم أن، يبقى أوشك الطلاب أن يشفقوا، أن يشفقوا من الامتحان. شوف شوف الخطأ اللي كان في الجملة. أولا كاد وقرب وأوشك وعصى وحار وخلولقة، دي كاد وأخواتها. اكتب معاي كاد وقرب وأوشك وعصى وحار وخلولقة، عشان تشتغل بتشتغل رافعة ناصبة زي كان وأخواتها، بس لازم خبرها يجي جملة فعلية. يبقى أول حاجة ما كانش جايب خبر جملة فعلية، فأنا جبت خبر جملة فعلية. الحاجة التانية يكسر، يكسر اقتران خبرها بأن، يبقى لازم أحط أن، يبقى أن يشفقه مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون. كلام جميل. طب نشوف الحتة اللي جاية دي. لما أجي أقول على سبيل المثال، لما أجي أقول على سبيل المثال أقول بدأ المعلم، صوب الخطأ، بدأ المعلم أن يشرح، في خطأ في الجملة. ده أفعال الشروع برضو رافعة ناصبة وبرضو خبرها جملة فعلية، بس بتقل، لا بيمتنع خبرها بأن، بيمتنع خبرها بأن، ما ينفعش أبدا أجيب أن. يبقى بدأ المعلم يشرح، اسم بدأ مرفوع بالضمة ويشرح هو الخبر وجملة فعلية. إذن أفعال الشروع شرع وطفق وبدأ وأخذ وأنشأ، كل دي أفعال الشروع بتعمل عمل كان وكاد وأخواتها، ولكن أن يكون خبرها جملة فعلية ويمتنع خبرها بأن، ما بيجيش أبدا في خبرها أن. عشان كده لما أقول لك بدأ وشرع وطفق، أول ما أجيب لك حاجة من دي بقى ما ينفعش يكون أن هنا. طب يلا تعال نشوف واحدة كمان. حرى، نشوف بقى حرى أو شكى وعصى وحرى وخلولقة. حرى الطلاب يؤدون امتحانهم. حد يقول الخطأ ايه؟ حرى ده بيجب في خبرها أن، بيجب في خبرها أن. أو شكى وعصى بيكثر، وحرى وخلولقة يجب، وكد وقرب يقل، إنما الشروع بيمتنع. يبقى ما ينفعش أبدا يقول كده، ده كان واجب عليه يقول حرى الطلاب أن يؤدوا امتحانهم. فعلا حرى الطلاب أن يؤدوا امتحانهم، ما ينفعش يقول يؤدون أبدا، لأن خبر حرى، حرى وخلولقة يجب اقترانه بأن. يبقى أنت عارف النواسخ دلوقتي، كاد وأخواتها، كاد، قرب أو شكى وعصى وحرى وخلولقة، ومعهم أفعال الشروع اللي هي بدأ وأخذ وطفق وشرع وهب وجعل وأنشأ، أي دي أفعال الشروع كلهم رافعة ناصبة بيرفعوا الاسم وبينصبوا الخبر، وكلهم خبرهم بيجي جملة إيه؟ برافو، فعلية. بس في منهم بيحب أن في الخبر، وفي منهم ما بيحبش أن في الخبر. كاد وقرب يقل في خبرها أن، حكمها يقل، إنما أوشك وعسى يكثر. واحد يقول لي طب ما هو يكثر ممكن ما جيبوش، لا لازم تحط أن. إحنا بنتعامل يكثر زي يجب بالظبط في النحو. طب حرى وخلولقة يجب في خبرها أن، أهو عشان كده قلت في خطأ في الجملة. طب بالنسبة لبدأ وطفق وشرع، لا لا يمتنع في خبرها أن، لو لقيت أن أشيله على طول. طيب هقول جملة كده وأشوف الناس بقى مركزة ولا لا. كان في جملة زمان بتجيلكوا في الامتحانات وانتوا صغيرين شوية، بدأ المعلم يشرح ويحط ضم على المعلم وخط، وبدأ المعلم برضو الشرح ويحط خط، بتجنن الطلبة في الامتحان. أنا عايز إعراب المعلم والمعلم، حد يعرف؟ في واحدة فيهم شروع، يعني أفعال الشروع بتاعتنا اللي هي بترفع وتنصب، وواحدة فيهم مش أفعال شروع هتعامل معاها فعل وفعل ومفعول. اللي فيها خبر جملة فعلية، اللي فيها خبر جملة فعلية يبقى دي الرافعة الناصبة. يبقى المعلمة لما تيجي تعربه تقول اسم بدأ مرفوع بالضم، كلام جميل. إنما اللي ما فيهاش خبر جملة فعلية يبقى فعل وفعل ومفعول، يبقى أنا هعرب المعلم فعل مرفوع بالضمة. دي مش بتاعة الشروع، يعني مش من نواسخ، يعني مش اللي بنتكلم عليها من ساعتها. طب ليه عرفت ازاي؟ عشان خبرها مش جملة فعلية. شوف كده، أخذت إسرائيل، حد يقولي أخذت، هجيب أخذ زي بدأ بالظبط، أخذت إسرائيل تعذب الأسرى، وأخذت إسرائيل برضو الأسرى. مين اللي اسم أخذت ومين اللي فاعل؟ الأولى اسم أخذ. طب ليه اسم أخذت؟ عشان الخبر جملة فعلية ليتعذب الأسرى، إنما التانية أخذت إسرائيل الأسرى
لا ده فعل وفعل وايه ايوه ومفعول برافو عليك. يبقى دي مش الشروع اصلا. الحته دي مهمه في الامتحانات، والحته بتاعت وجود ان في الخبر وحكم اقتران خبرهم بان مهمه جدا، وهي حاجات كلها رافعه ناصبه زي ما انت شايف. كسر وفتح همزه ان كلام جميل. تعالى كده وركز معايا، استخرج، خد بالك عشان النقط اللي جايه بقى نقط مهمه جدا جدا في الامتحانات. استخرج ضميرا في محل نصب، ايوه، وضمير في محل رفع، وضمير اخر في محل جر. من الاسئله المشهوره في الامتحانات لما تيجي تدور على ضمير في محل نصب، انا عندي اربع ضمائر، الكاف والهاء ونال مفعولين والياء. الاربع ضمائر ده هم لما بيتصلوا بالفعل بيتعربوا ضمائر مبنيه في محل نصب مفعول به. بص كده، لما اجي اقول اكرمني معلمي، هو مين اللي اكرمك؟ معلمك، ده فاعل، ده انت اللي وقع عليك الكرم، يبقى الياء ده اهي ضمير مبني في محل نصب مفعول به. شوف، لما اجي اقول خلي بالك اكرمته، اكرمته، انا اللي اكرمته، ده الهاء دي وقع عليها الفعل. اكرمتك، انا اللي اكرمتك، ده الكاف دي وقع عليها الفعل. يبقى الكاف والهاء والناء المفعولين والياء، بس بشرط ان تتصل بفعل وليس اسم، عشان من الاخطاء الشائعه يروح يطلع لي كلمه تاريخه الهاء، يطلع تاريخنا يقول لي ما هو انه، لا لا لا، دي بتتصل باسماء، هنشوفها دلوقتي حالا في الجر. طب انا اول ما ينطلب مني ضمير في محل نصب دوروا لي على الكاف، دوروا لي على الهاء، دوروا لي على المفعولين الياء، ولا بد ان تكون متصله بفعل حتى تقع ضمائر مبنيه في محل النصب مفعول به. كلام جميل. طب انا مش لاقي، شوف لي بقى حاجات من اللي انت بتحبها، انه وانها، الضمائر المتصله، ايوه، ضمير مبني في محل نصب اسم ان على طول، ويبقى ربنا بيحبك. طب دور لي بقى على اياك واياكم، ده ضمائر منفصله، ضمير مبني في محل نصب مفعول به. يبقى انا بجيب ضمير منفصل او ضمير متصل او ضمائر زي ما انت شايف وقعت مفعول به. ضمائر المفعول به الكاف والهاء ونال مفعولين والياء عندما تتصل بالفعل. خلي بالك اتصالها على طول اهو بالفعل الماضي زي ما جبت لك امثله، اكرمني معلمي، اكرمتك، خلي بالك انا اللي اكرمتك، ده اكرمتك دي موال، اكرم فعل ماضي، انا اللي اكرمتك التاء الفاعل، والكاف ضمير مبني في محل نصب ايه؟ مفعول به. ادي ضمائر النصب. يبقى ضمائر النصب بتدور على ثلاث حاجات، يا اما ضمائر المفعول به، يا اما ضمائر متصله وقعت اسم ان، يا اما على طول اياك واياكم ضمير منفصل في محل نصب مفعول به. طيب انا عايز ضمير في محل رفع، انا دخلت في الجزء الثاني من السؤال، ما تقلقش خالص، حد يعرف ضمائر الرفع؟ ايوه، الف الاثنين انا موافق، واو الجماعه انا موافق، وياء المخاطبه، وايه كمان؟ وتاء الفاعل، ايوه، ونون النسوه، ايوه، ونا الفاعلين. الست ضمائر ده هم لما بيتصلوا بالفعل الماضي، هنشوفها حالا، لما بيتصلوا بالفعل الماضي ضمائر مبنيه في محل رفع فاعل. فجيب في القطعه مثلا سمعوا، الواو ده ايه فاعل؟ سمعا، الالف ده ايه فاعل؟ ضمير مبني في محل رفع فاعل، يبقى على طول ضمائر مبنيه في محل رفع فاعل. يبقى الحاجات ده اهي، واو الجماعه والف الاثنين وياء المخاطبه ونون النسوه ونا الفاعلين. طب ايه الفرق بين نا الفاعلين ونا المفعولين؟ نا المفعولين ده ضمير في محل نصب مفعول به، انما دي ضمير مبني في محل رفع فاعل، يبقى دي في محل رفع. طب انا مش هعرف افرقهم في المعنى. طب شوف كده، هجيب لكم جملتين وانتوا قولوا لي مين المفعول ومين الفاعل. بقول هزمتنا الاعداء، من اللي هزمتنا؟ الاعداء، يعني احنا اللي اتهزمنا. دينا المفعولين اللي هي ضمير في محل نصب مفعول به. طب لما اجي اقول لكم هزمنا الاعداء، هو مين اللي هزم؟ احنا اللي هزمنا، يبقى دي على طول نال ايه؟ الفاعلين، ضمير مبني في محل رفع فاعل. الحاجات دي اما بتتصل بالفعل الماضي بتبقى ضمائر مبنيه في محل رفع فاعل. طب انا مش عارف اجيبها، شوف بقى حاجات من اللي انت بتحبها، فاجي اقول لك اصبحتوا، اصبحتوا، كانوا، ده بتقع ايه؟ اصبحتوا الضمائر بقى، اقول لك كانوا، الواو اسم كان، اصبحتوا، ده انت شوف بقى الضمائر اللي في محل رفع، الحاجات اللي انت بقى بتجيلك كده لوحدها في القطعه. طب انا مش لاقي، طب تعال
أشوف أنا، أشوف نحن، أشوف الضمائر ده عندما تقع مبتدأ، ضمائر مبنية في محل رفع مبتدأ. أول جملة هو، هم، أنا، نحن، ضمائر مبنية في محل رفع مبتدأ. دي بتبقى حظك بقى في القطعة، يبقى دي ضمائر في محل رفع. ممكن يبقى ضمير مستتر، إزاي ده؟ لما أجي أقول كن ناجحا، أصل الجملة إيه؟ كن أنت ناجحا، ضمير مبني في محل، أيوة ضمير مبني في محل، أي رفع اسم كن، يبقى ده ضمير على طول في محل رفع. شوف ضمائر رفع يامك إزاي؟ الأساسية الست ضمائر المتحركة، أو الست ضمائر الفاعل، اللي هم ألف الاثنين وهو الجماعة، ياء المخاطبة، نون النسوة، نا الفاعلين، وتاء الفاعل. ضمائر مبنية في محل رفع فاعل، أو ضمير يتصل بكنا وأخواتها، ضمير يتصل بكنا وأخواتها، فيبقى على طول ضمير مبني في محل رفع اسم كان، أو ضمير على طول مستتر، أيوة، أو أنا ونحن وهو وهم، عندما تقع في بداية الجمل الإسمية فتكون ضمائر مبنية في محل رفع إيه؟ مبتدأ. أدي ضمائر الرفع، وأدي ضمائر النصب. أنا بقى بتلخبط في ضمائر الجر، ده ضمائر الجر دي أسهل حاجة. أي ضمير من اللي أنت شايفه ده يتصل باسم فيكون ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، بس شرط أن يتصل باسم. يجي يضحك عليك في الامتحان ويجيب لك الضمائر اللي شبه دي بس في الأسماء بقى. تاريخه وتاريخها وتاريخنا، أول ما تلاقي الكلمة اسم بتقبل الألف واللام يبقى تعرف إن الضمير المتصل بالاسم ده هو ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. أدي واحد. رقم اتنين، عندما تتصل الضمائر بحروف الجر وعندما تدخل عليها حروف الجر، إليكم وإليه ومنه ومنها وفيه وفيها، ضمائر مبنية في محل جر اسم مجرور، ضمائر مبنية في محل جر اسم مجرور. أدي ضمائر الجر. اللي يجيب ضمائر النصب ويجيب ضمائر الرفع، ضمائر الجر بالنسبة له تبقى حاجة بسيطة وحاجة سهلة وسلسة جدا جدا جدا. طب يلا صوب الخطأ. حرى الطالب ينجح، أرجع معك شوية، حرى الطالب ينجح، حد يعرف الخطأ؟ حرى الطالب أن ينجح. طب ليه قلت أن ينجح؟ حد يعرف يقول لي أن ينجح إيه؟ عشان حرى وخلولق يجب اقتران خبرها بأن، وأنا جايبها لك بقى مضارع من الأفعال الخمسة، وعلمتك النصب كمان بالمرة عشان يبقى أنت معاك أقصى حاجة ممكن يجيبها. طيب لما اجي اقول لحضرتك، تعال بقى كده نركز في الحاجات اللي جايه دي. المفعول لاجله، المفعول لاجله هو اسم منصوب يصلح يكون اجابه سؤال بايه؟ ها، بلماذا. احترمتك تقديرا لعلمك، هو ده، هو ده المفعول لاجله، تقديرا. يبقى مفعول لاجله اسم منصوب يصلح يكون اجابه سؤال بلماذا. طب لما اجي اقول لك المفعول المطلق، انا عايز الناس تاخد بالها، لما اقول هجمنا هجوما، المفعول المطلق ده اسم بيأتي من جنس الفعل، هجمت هجوما أو هجمنا هجوما. ولما أقول هجمنا هجوما عنيفا، أيوة، ولما أقول هجمنا هجمتين، حد يعرف إيه الفرق بين التلاتة؟ الأولى مفعول مطلق مؤكد للفعل. طب مؤكد للفعل لأنه لم يضاف ولم يوصف، مفيش بعده مضاف ولا صفة، انما لو جاء بعده صفه او جاء بعده مضاف، هجمنا هجوما عنيفا صفه اهو، نعت ايه، او قلت هجمنا هجوم الاسود، يبقى على طول ده اسم مبين للنوع لان جبت بعده صفه او اضافه. انما لما بقول هجمنا هجمتين ده اسم مبين للعدد. شوف الكلام. يبقى المفعول المطلق ثلاث انواع. المفعول المطلق ياتي من جنس الفعل، ده اسم منصوب بيأتي من جنس الفعل، مصدر من جنس الفعل، ايوه، هجمنا هجوما ده مؤكد للفعل. طب هجمنا هجوما عنيفا ده مبين للنوع. طب هجمنا هجوم الاسود ده مبين للنوع، لان المبين للنوع اما ان يوصف واما ان يضاف. طب لما اقول هجمنا هجمتين ده على طول مبين للايه؟ للعدد. كلام جميل وكلام زي الفل. طيب انا عندي حاجه مهمه جدا 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 اسمها نائب المفعول المطلق. احذف المفعول المطلق واجيب النائب. اول حاجه نائب بالوصف اللي بيسموه نائب بالصفه، كثيرا وسريعا وجيدا وحسيسا، كل الكلمات ده، ومليا، كل الكلمات ده على طول بتيجي نائب على طول مفعول مطلق. تتطور الحياه، بص كده، تتطور الحياه سريعا، عارف اصل الجمله ايه؟
تتطور الحياة تطورا سريعا. لو كنت قلت تطورا سريعا كنت أحط الجملة في الحتة دي وكنت أقول مفعول مطلق مبين للنوع، فأم حذف تطورا وأم سايب كلمة سريعا، يبقى ده على طول نائب بالصفة. خدوا بالكم من كلمة كثيرا وجيدا وسريعا وحثيثا، أيوة، ومليا، دي كلها كلمات بتعرب نائب مفعول مطلق، نائب مفعول مطلق بالصفة أو بالوصف، ونائب المفعول مطلق منصوب بالفتحة لأنه من المنصوبات. خد بالك كمان في نائب كمان، نائب بالترادف، انه بيرادف المصدر، جلس الطالب جلوسا، لو قلت جلوسا يبقى هطلع الجملة في المكان ده اهو واقول مؤكد للفعل، مفعول مطلق مؤكد للفعل، لا ده يقول جلس الطالب قعودا، ده نائب مفعول مطلق بس نائب بالترادف. كلام محترم وكلام جميل، كلام زي الفل. عندي حاجة كمان اسمها نائب بالإضافة إلى المصدر، دي مهمة جدا في الامتحانات. أحب الوطن، شوف بقى كل الحب وغاية الحب وأفضل الحب، اسم التفضيل، كل وغاية أي حاجة وبعض الحب، أي حاجة بتضاف إلى المصدر، أي حاجة تضاف إلى المصدر لازم يجي بعدها مصدر، مصدر من الفعل، يبقى على طول نائب مفعول مطلق منصوب بالفتحة. العيال بتعرف إن كلمة الحب هي لنائب مفعول مطلق، غلط. نائب المفعول المطلق كل وغاية وبعض واسم التفضيل هي ده نائب المفعول المطلق، يبقى الحاجات دي هي بإضافتها للمصدر بقت نائب. في كمان نائب بالإشارة إلى المصدر، بالإشارة إلى المصدر، إزاي يعني إشارة إلى المصدر؟ يسعى الطالب، يسعى الطالب ذلك السعي، شوف كده ده اسمه الإشارة إلى المصدر. في نائب كمان بالعدد، جابها مرة في ثانوية عامة في 2011، إن يجيب العدد مضاف إلى المصدر، يحسب له الحكام والمحكومون 1000 حساب، وقام حاطط خط تحت كلمة 1000، 1000 على طول نائب مفعول مطلق، ونوع الإنابة إنابة بالإيه؟ أيوة، إنابة بالعدد، برافو عليك. يبقى خلي بالك إن نائب المفعول المطلق ده من الحاجات اللي بنشوفها دايما في الامتحانات. طيب، تعالى كده بسرعة وشوف الحال، اسم منصوب يصلح يكون إجابة سؤال بإيه؟ بكيف؟ أيوة، ده اسم بيبين حال صاحبه، جاء الرجل مسرعا، أدي حال منصوب بالفتحة. طب لو قلت جاء الرجل وهو مسرع، ده جملة اسمية في محل نصب حال. طب لو قلت جاء الطالب أو الرجل يسرع، ده جملة فعلية في محل نصب حال. لابد أن تعلم أن الحال يأتي مفردة، والحال تأتي جملة اسمية، والحال تأتي جملة فعلية، وتأتي أيضا شبه جملة. في بعض الكلمات ثوابت في الحال، لما حضرتك تشوف كلمة جميعا وأجمعين ودائما وسويا وكافة وقاطبة وأولا وثانيا إلى آخره ووحده ووحدها، كل الكلمات ده حال منصوب بالفتحة، ما عدا طبعا أجمعين حال منصوب بالياء عشان جمع مذكر سالم. ركزوا في الحال، لما تيجي تسأل سؤال تخيلي كيف وتلاقي الإجابة هو ده الحال. طب لما أجي أسأل سؤال تخيلي أذاكر أملا في النجاح، السؤال إجابته بلماذا؟ يبقى طالما إجابته لماذا يبقى ده مفعول لأجله. وخد بالك من المفعول المطلق ونائب المفعول المطلق عشان في كلام كتير في الامتحان، خاصة نائب المفعول المطلق، في كلام كتير في الامتحان في نائب المفعول المطلق بيحبوه جدا جدا في امتحانات الثانوية العامة، كلام جميل وكلام زي الفل. طب تعالى كده بسرعة نشوف سؤال كل الناس مستنياه، استخرج جملة حال وجملة نعت، عايز جملة حال وجملة نعت وبين موقعها الإعرابي. من الأسئلة اللي بتوقف الطلبة في الامتحان، بص يا حبيبي، لما يطلب منك جملة نعت أو جملة حال امشي اسأل سؤال بكيف، خلي بالك امشي اسأل سؤال بكيف في القطعة. طب مش كيف دي خاصة بالحال مش بالنعت؟ اسمع الكلام، لما تيجي تسأل سؤال بكيف هيطلع لك جملة، الجملة دي تقوم حاططها بين قوسين كده اهو وخد نفسك، انا ماشي في القطعة بسأل سؤال بكيف، ايوه الجملة اللي همشي فيها القطع واسأل سؤال بكيف واطلع جملة، خد نفسك واحدة واحدة كده معايا. طب انا خدت نفسي وكله بقى تمام، ايه اللي حصل؟ شوف لي بقى قبل الجملة، لو لقيت قبل الجملة كلمة نكرة ما فيهاش ألف ولام يبقى الجملة دي جملة نعت.
طب لو لقيت قبل الجملة كلمة معرفة فيها ألف ولام يبقى الجملة دي على طول جملة حال، مفيش كلام، لأن اللي بعد النكرة صفات يعني نعوت، واللي بعد المعارف أحوال يعني حال. طب بيقولي باين موقعها الإعراب، دايما جملة الحال في محل نصب، إنما جملة النعت حسب النكرة ده هي. لو النكرة مرفوعة يبقى جملة في محل رفع نعت، في محل نصب نعت، في محل جر نعت، حسب النكرة ده. بص كده، لما أجي أقول لك أقدر عالما يقتضى به، أنا بحترم وأقدر عالما يقتضى به، شوفوا لي كده كلمة يقتضى به ده أو جملة يقتضى به، الجملة الفعلية ده، الجملة الفعلية ده قبليها نكرة ولا معرفة؟ حد يبص ويقول لي عالما نكرة ولا معرفة؟ لا ده نكرة ما فيهاش ألف ولا، يبقى على طول وانت مغمض الجملة دي جملة ايه؟ ايوه صح، انا سامع الاجابة اهو، جملة نعت. النعت حسب النكرة ده، لو مرفوعة يبقى جملة فعلية في محل رافع، في محل نصب، في محل جر، ايوه. طب اقدر انا عالما مفعول به، عالما مفعول به، يبقى الجملة دي في محل نصب نعت، اسمع في محل، ايوه نصب نعت. انما جملة الحال دايما في محل نصب، ما توجعش قلبك. بص، جاء الطفل ها يبكي، كيف جاء الطفل يبكي؟ جملة حال، بس نوع الجملة برضو جملة ايه؟ ها فعلية. هو كده تمشي تسأل سؤال بكيف، وتقوم مطلع الجملة وبصص قبليها. هديكوا جملة في دور اول 2017 خدعت مصر كلها، ويمكن دي من الحاجات اللي قلنا فيها تركاية في الامتحان، ما كانش فيه في الامتحان غيرها اصلا، وده عدم تركيز من الطلبة. الجملة سهلة جدا، وشوف القطعة بتاعت النحو بتاعت 2017 بتتكلم على المشي، وان المشي بيعالج كثير من الامراض طبعا رياضة. فالراجل الطيب بيقول في الامتحان في دور اول 2017 التاريخ اهو، يعد المشي رياضة غير مكلفة، كمل، تقضي على وعكات صحية. بص كده الجملة، يعد المشي رياضة غير مكلفة تقضي على وعكات صحية. انطلب جملة نعت في الامتحان، فالولاد عارفين ان انا لما اطلب جملة نعت او جملة حال امشي اسأل سؤال بكيف في القطعة عشان اطلع جملة. فانا اما جيت امشي اسأل سؤال يعد المشي رياضة غير مكلفة، كيف تكون هذه الرياضة الغير مكلفة تقضي على وعكات صحية؟ شوف معنى الجملة اصلا، المشي رياضة غير مكلفة، انت ما بتعملش اشتراك عشان تمشي في النادي، اي، وبتقضي على وعكات صحية، بتقضي على امراض القلب والشرايين والكلام ده كله، كلام جميل. فعشان كده فعلا كل العيال طلعت جملة تقضي على وعكات صحية، وقالوا جملة فعلية فعلا، وعرفوا ان هي جملة نعت. الخطأ بقى فين؟ كل العيال عملت جملة فعلية في محل جر نعت. طب ليه يا جماعة؟ قال لك اصل غير مكلفة اللي بعد غير ايه؟ مضاف اليه، مفيش كلام، برافو عليك. طب يبقى مضاف اليه مجرور بالكسرة، يبقى جملة فعلية في محل جر نعت. خطأ، لان جملة النعت دي يا حبيبي مش لمكلفة، هي ايه اللي بتقضي على وعكات صحية؟ الرياضة. طب ما الرياضة هنا مفعول به، يبقى المفعول به منصوب، يبقى الجملة دي جملة فعلية في محل نصب نعت. شوف الكلام، جملة فعلية في محل نصب نعت، جملة نعت مش في محل جر ابدا، لان الخطأ ان هم افتكروا ان الجملة دي نعت الكلمة مكلفة، لا، هي نعت الكلمة ايه؟ رياضة، لان الرياضة هي اللي بتقضي على وعكات صحية. هم طبعا عارفين ان النكرة قبل الجملة، هو بقى ما عملش النكرة قبل الجملة، حاطط حتة كده حاشي بيها الجملة غير مكلفة، ايوة ده استكمال للجملة، انما تقضي على وعكات هي الرياضة التي تقضي على وعكات صحية. شوف جملة النعت وجملة الحال سؤال مهم جدا في الامتحان، جملة النعت وجملة الحال سؤال مهم جدا في الامتحان. طيب انا عاوز تمييز، استخرج تمييز من القطعة، تمييزا، ايوة التمييز نوعين، اول حاجة التمييز الملفوظ ده بيجي بعد الكيل والوزن والعدد، اني رأيت 11 كوكبا، اهو كلمة كوكبا، اللي بعد الكيل والوزن والعدد، اشتريت اردبا قمحا، قمحا، زرعت فدانا ارزا،
يبقى على طول اللي بعد الكيل والوزن والعدد على طول هو ده التمييز الملفوظ. طب التمييز الملحوظ محول عن فاعل، محول عن مفعول، محول عن مبتدأ. حد يقول التمييز الملحوظ تاني قبل ما نشرحه؟ الملحوظ محول عن فاعل، محول عن مفعول، محول عن مبتدأ. يعني ايه محول عن فاعل؟ كان فاعل وبقى تمييز. شوف كده الجملة دي، طابت مصر هواء. هواء تمييز ملحوظ محول عن فاعل. طب انا عرفت ازاي؟ عشان الهواء بتاع مصر؟ لا، عشان اصل الجملة طاب هواء مصر. طب لو قلت طاب هواء، هواء كان فاعل، فقمت انا مودي تمييز وجايب انا فاعل، قلت طابت مصر هواء، يبقى ده محول عن فاعل. ربنا بيقول في القرآن واشتعل الرأس شيبا. حد يعرف اصل الجملة؟ ايوه، التمييز كلمة شيبا. طب اصل الجملة ايه؟ واشتعل، هتهال، ايوه، شيب الرأس، يبقى شيبه كان فاعل. طب المحاول عن مفعول، ما انت فهمت اللعبة بقى، كان مفعول وبقى تمييز. ربنا بيقول وفجرنا الارض عيونا، اهو عيونا اهي، فجرنا، احنا اللي فجرنا، نلفع عليه، والارض مفعول به. حد عارف اصل الجملة ايه او اصل الاية ايه؟ وفجرنا عيون الارض، فعلا عيون كانت مفعول به. طب انا جبت مفعول به الارض ووديت عيون هناك، بقى التمييز محول عن مفعول. طب محول عن مبتدأ، انا اكثر منك مالا، اصل الاية ايه؟ ها، مالي اكثر منك. شوف الكلام، مالي اكثر منك، يبقى على طول على طول كانت مبتدأ وبقى التمييز. يبقى التمييز الملحوظ تاني عشان الولاد بيتلخبطوا فيه، محول عن فاعل ومحول عن مفعول ومحول عن مبتدأ. محول عن فاعل كان فاعل واصبح تمييزا. طب المحول عن مفعول كان مفعولا واصبح تمييزا. طب المحول عن مبتدأ كان مبتدأ واصبح تمييزا. كلام بسيط وكلام سهل جدا. طب انا هسأل سؤال، كله اكتب الجملة دي وراي، طاب هواء الاسكندرية. كله بيكتب طاب هواء الاسكندرية. اجعل فاعل الجملة تمييز. هو مين اللي طاب؟ ايوه، هواء، ده الفاعل. حد يعرف يخليه لي تمييز؟ ايوه جدع، طابت الاسكندرية هواء، يبقى انا كده على طول خليته فعلا تمييز محول عن فاعل. صعب الكلام؟ كلام جميل وكلام زي الفل. خد بالك من جملة النعت وجملة الحياة، كل الناس مركزة عشان هنرجع نقول كلام تاني. اللي جاي دي درجتين مش هينفع نسيبهم في الامتحان، عاوز كل الناس بتكتب معايا. انا عايز استخرج فعلا مبنيا واخر معربا. ايوه، المبني بص كده في كلمة ازرع، ايوه، وكلمة ادعو، وكلمة اقيموا. شوف الثلاث كلمات او الثلاث افعال، ده فعل امر، فعل امر مبني على السكون، مبني على حذف العله، مبني على حذف النون. الامر اصلا من الافعال الايه؟ المبنيه. يبقى اول حاجه لما يطلب مني فعل مبني ادور على فعل الامر، يبقى الامر اللي اخره مفيش اخره عله يبقى مبني على السكون، اللي اخره عله مبني على حذف العله، اللي اخره نون من الافعال الخمس مبني على حذف النون. طب انا مش لاقي فعل امر، شوف الفعل الماضي. حد فاكر الضمائر بتاعه الرفع اللي كنت بشرحها انا اهو، اللي قلت ضمائر مبنيه في محل رفع فاعل عندما تتصل بالفعل الماضي، اللي هي ايه؟ الف الاثنين والجماعه وياء المخاطبه وتاء الفاعل ونون النسوه ونا الفاعلين. ما هي الضمائر دي عندما تتصل بالماضي فتكون ضمائر مبنيه في محل رفع فاعل، وعندئذ يبنى الفعل الماضي. لما اجي اقول لك خلي بالك كده، سمع فعل ماضي مبني على الفتح لاتصاله الف الاثنين. طب سمعوا ده مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعه. طب اما اجي اقول سمعت، واما اجي اقول سمعنا، ولما اجي اقول سمعنا، شوف كده ده مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل او نا الفاعلين او نون النسوه. الماضي ليه ثلاث علامات في البناء. العلامه الاولى في البناء يبنى على الفتح اذا اتصل بالف الاثنين، ويبنى على الضم اذا اتصل بواو الجماعه، ويبنى على السكون اذا اتصل بتاء الفاعل ونا الفاعلين ونون النسوه. اما الله والماضي بقى جه زي زمن الفن الجميل بتاع ثالثه ابتدائي، سمع واكل وشرب،
انت قصدك ما اتصلش بيه ضمائر خالص. في الحالة دي لو انت عايز تجيبه كده اهو تشوفه كده في القطعة، ده مبني على الفتح برضه. يبقى المبني على الفتح اذا اتصل بألف الاثنين او اذا لم يتصل بأي ضمائر، ومبني على الضم اذا اتصل بواو الجماعة، ومبني على السكون اذا اتصل بتاء الفاعل وبنون النسوة وبنا الفاعلين. خلي بالك خلي بالك خلي بالك، وراجع راجع راجع، الضمائر دي كلها ضمائر مبنية في محل رفع فاعل، عشان كده كنت بطلعها ضمائر في محل رفع لما كان بيطلب استخرج ضميرا في محل نصب واخر في محل رفع واخر في محل جر. كلام جميل. طب انا عاوز بقى المضارع ملوش بناء، ده في بناء مهم جدا في المضارع، اذا اتصل بنون النسوة واذا اتصل بنون التوكيد. الطالبات تجتهدن، اقف، ده مضارع على طول مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. والله لا تجتهدن الطالبات، ده مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. المضارع مهم جدا حالة بنائه، حالة بناء المضارع مهمة جدا. طب ليه؟ ده ساعات بيجيب لك فعل مضارع ويقول لك خليهولي مرة مبني على السكون ومرة مبني على الفتح، يعني خليه متصل مرة بنون نسوة ومرة بنون توكيد. نون النسوة بيجي قبلها جمع مؤنث سالم، وفي هذه الحالة يبنى المضارع على السكون، أما نون التوكيد يأتي قبلها القسم، ودائما يبنى المضارع على الفتح. خلي بالك عشان ساعات بيطلب الحتة ده، هي يجيب فعل مضارع ويقول لك خليه مبني على السكون مرة ومبني على الفتح مرة، تقوم حاطط لي نون نسوة وجايب لي جمع مؤنث سالم وحاطط لي سكون، حاطط لي نون توكيد وتجيب لي لام التوكيد وتجيب لي قسم وتحط لي فتح وتقول لي ده مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، اما الاول فمضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. وساعات ما يقولش خليه مبني على السكون ومبني على الفتح، اجعل هذا الفعل متصلا بنون النسوة مرة ومتصلا بنون التوكيد مرة اخرى، يعني مبني على السكون برضه ومبني على الفتح. كل دي افعال مبنيه. امال المعرب عيب بقى، المعرب ده كان ليه ثلاث حاجات، هو المضارع بس، مضارع مرفوع، مضارع منصوب، مضارع مجزوم. خلي بالك هعلق على النصب والجزم، وركزوا ركزوا ركزوا في الحته اللي جايه. علامات النصب ان ولن وكي وحتى ولم التعليل وفاء السببيه ولام الجحود وواو المعية وإذن. أيوة دي اسمها علامات النصب. أستاذ ده علامات النصب دي كانت في سنة تانية ثانوي، أكيد يعني في ثالثة، معلش خدنا على قد عقلي. أما أجي أقول لك استخرج مضارعا منصوبا، أقول لك اعمله لتستريحوا، ده مضارع منصوب بلام التعليل. وما كنا لنغلق، ده مضارع منصوب بلام الجحود، لان لام الجحود بيجي قبلها ما كان وما كنا ولم يكن، اللي هم بيسموه كون منفي، لازم يجي قبلها ما كان او ما كنا او لم يكن، اللي هو كون منفي، دي اسمها لام الجحود. طب واو المعيه، ده بتربط بين حدثين وبتسبق بطلب دايما، امر او نهي او استفهام. لم انصحك بشيء واخالفه، هل يحسن إليك المرء وتسيء إليه؟ وتسيء إليه، ده مضارع منصوب بواو المعية. خدوا بالكم من واو المعية، وخد بالك من لام الجحود، وخد بالك من لام التعليل. يبقى ده مضارع منصوب، المنصوب ده اسمه معرب. يبقى المعرب، أما أقول لك استخرج فعل معرب، تطلع مضارع مرفوع أو منصوب أو مجزوم. طب الجزم، لا أنا عايزك بقى تركز معايا في الجزم، تركز معايا في الجزم، تركز معايا في الجزم. أنا عاوز الجزم بتاع فعلين، إيه جزم الفعلين ده؟ هتفتكروا حالا. أنا كان عندي إن ومن وأيان وأينما ومتى، الحاجات ده هي إن ومن وأيان وأينما ومتى، ده هي بتجزم فعلين، ده هي بتجزم فعلين، والنبي يا جماعة نركز في الحتة دي. طب بتجزم فعلين، أنا نسيت الكلام ده من سنة تانية ثانوي، إيه بتجزم فعلين دي؟ كان الباشا يجيب جملتين، ازاي؟ تذاكر جيدا تنجح في اخر العام. خد بالك عشان من اول جمله حضرتك هتفتكر على طول. اربط الجملتين باداه شرط جازمه وغير ما يلزم. انا افتكرت افتكرت خلاص، هشيل القوس الاولاني واشيل القوس الثاني واشيل الشرطه واحط حاجه من دهم. مصر كلها كانت بتحط ان،
ان تذاكر جيدا تنجح في اخر العام. لسه ما خدتش غير درجة واحدة من اتنين. الفعل الاول بيسموه فعل الشرط، والفعل التاني بيسموه ايوه جواب الشرط. مجرد انك شلت القوسين وشلت الشرطة وحطيت ان او من او ايان او اينما او متى، وفي اي كمان، مجرد اللي انت حطيت ادمن اللي بتجزم فعلين انت خدت على طول درجة من اتنين ولسه ما عملتش حاجة. بصولي بقى على الفعلين، لو الفعلين صحاح ما فيهمش علل يبقى سكون. طب لو اخرهم علتين يبقى حذف العلة عشان مجزوم بحذف العلة. طب لو افعال خمسة اخرها نون حذف النون، لان علامات الجزم يا سكون يا حذف علة يا حذف نون، هي دي على طول علامات الجزم. يبقى انت هتحط على تذاكر سكون وعلى تنجح سكون خط الدرجة التانية. صعبة؟ طيب يبقى لو الفعلين صحاح هما سكونين. طب لو الافعال معتلة، طب ما تيجي نشوف مثال. تسعى في الخير يرضى عنك الله. حد كده يشتغل معاك جملتين، حد يشتغل معاك جملتين. هقول ان، كله بيشتغل بان، ماشي. ان تسعى في الخير ايوه يرضى عنك الله. يبقى ان تسعى في الخير يرضى عنك الله، انا حذفت العله هنا والعله هنا، لان المضارع في الجزم له ثلاثه اوجه وثلاثه صور. لو الفعلين صحاح انا بجزم بالسكونين. طب لو الافعال معتله بحذف العلتين. طب لو افعال خمسه زي ايه؟ بصوا كده، افعال خمسه: تؤمنون بالله تدخلون الجنه. حد يقول لي هجزم واقول ان. طب ما تحل بقى بمتى ولا اينما، ماشي مش مشكله. ان تؤمنوا بالله ايوه تدخلوا الجنه. شوف عملت ايه، حذفت النون دي وحذفت النون دي، لان مجزوم بحذف النون ومجزوم بحذف النون. يبقى علامات الجزم سكون سكون، حذف عله حذف عله، حذف نون حذف نون. احنا افتكرناها خلاص، كله افتكر الجمله دي خلاص، احنا عرفنا نحلها، احنا فهمنا خلاص. ركز، ما هو لا ده اهم حته جاي. هو الفعل الاول اسمه فعل الايه؟ فكروني عشان نسيت، الشرط. طب الفعل الثاني اسمه ايه؟ جواب الشرط. كيف تجعل جواب الشرط مقترنا بالفاء؟ عايز احط فاء اهو، ده مصر كلها بتعرف تحل تخليه بالفاء. حط السين، حط سوف، حط قد، حط نعمه، حط بئس، حط ليس، حط عسى. خليها جمله طلبيه، امر او نهي او استفهام. خليها جمله اسميه، ده في شغل جميل، ده في كتير خالص، ده 12 13 طريقه. طبعا كلنا كنا بنحل بالسين وايه، ايوه وسوف. يقول لك ان تذاكر فستنجح، فسوف تنجح، فقد تنجح، فنعمه، فبئس، فليس، فعسى. طب جمله طلبيه، فهل تنجح استفهام اهو. طب فانك تنجح، جمله ايه؟ ها اسميه. طبعا كل مصر بتحل بالسين وسوف، مصر كلها بتحل بالسين وسوف. طب ماشي، ما هي سهله جدا، عشان اجيب الفاء لازم الفاء تسبق على طول، على طول لازم الفاء اجيب بعدها حاجه من دي والا ما تنفعش. لازم الفاء على طول تيجي مع حاجه من دي والا ما تقترنش بالفاء. ما هو دي مش اللعبه برضو، لسه التكه جايه. لما الفعل التاني ده هو يقترن بالفاء ما يتجزمش، يرجع لاصله. يعني ايه؟ يعني من الاخر الفاء ده اهي بتحمي الفعل التاني من الجزم. بقت ان ومن وايان واينما واي ومتى والحاجات دي تجزم الفعل الاول ولا تستطيع الاقتراب من الفعل الثاني بسبب اقترانه بالايه؟ بالفاء. شوف الكلام؟ يعني ايه؟ يعني لو انا قلت ان تذاكر جيدا فسوف تنجح، لازم اشيل السكون من على تنجح، بس ده زي ما هو، ده زي ما هو. طب حد يحل لي التانية. ان تسعى في الخير فسوف ها يرضى، غلط، فسوف يرضى، ارجع العلة تاني. طب ان تؤمنوا بالله، حد يخلي الجواب مقترن بالفاء. ان تؤمنوا بالله فسوف تدخلوا الجنة، غلط، امال ايه؟ فسوف تدخلون الجنة، الفعل هيرجع لاصله تاني. طب الفعل هيرجع لاصله ليه؟ علشان اقترن بالفاء. الفاء دي بتحمي الفعل التاني من الجزم، ما بيتجزمش. في صعوبة في الكلام؟ تخلي بالك ازاي تربط وازاي تخلي جواب الشرط مقترن بالفاء.
طبعا كان في طريقتين في الاقتران ابعد عنهم، لن هي ولن بتاعت النصب. لان لن هي لو قلت ان تؤمنوا بالله فلا، هو المعنى مش هينفع، بس خليه المعنى ينفع. فلا مش هينفع رجع النون. طب ليه؟ اصل لا اصلا لن هي بتجزم اصلا. اه ابعد عنها، يعني انت عندك حاجات كتيرة جدا. طب لو قلت فلن هيبقى مضارع منصوب بلن وعلامة نصب وحذف النون، لان افعال خمسة بتنصب ايضا بحذف النون، فما توجعش قلبك. ابعد لي عن الاثنين ده هم، واشتغل بالسين وسوف وقد ونعمة وبئس وهل وليس وعسى براحتك خالص. كلام جميل وكلام زي الفل. خلي بالك من اقتران جواب الشرط بالفاء. لما جواب الشرط الفعل الثاني بيقترن بالفاء، ايوه خلي بالك، خلي بالك الفعل بيرجع لاصله. طب يلا تعالى كده، تؤمن بالله تنال الجنة. انا عايز حد يحل الجملتين، اربط الجملتين بأداة شرط جازمة ثم اجعل جواب الشرط مقترن بالفاء. حد يحل لي؟ ان برافو، تؤمن بالله، هحط سكون صح عشان صحيح الاخر، تنال الجنة. انت كده حليت وعملت اللي عليك، بس انا اسف هنقصك نص درجة. ليه بقى هنقصك نص درجة؟ عشان ما ينفعش تنال، لازم اكتبها تنل. طب اكتبها تنل ليه بقى؟ يقوم عيل بقى هنا يقول لك عشان محذوف علته. لا 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 لا، العله بتكون في الاخر، ده مش عله. طالما الحرف الاخير مش الف واو ياء يبقى ده مش فعل معتل. امال انا حذفت الالف ليه؟ اصل سوء حظك الفعل صحيح مجزوم بالسكون. طب ده مش سوء حظي، ده الحاله الاولى، ده اسهل حاله. اسمعني اما اكمل كلامي. قبل الحرف الاخير الف او واو او ياء، والالف والواو والياء حروف ساكنه ولا يجوز التقاء ساكنين، فانا بحذف الحرف الاولاني ده اهو لعدم التقاء الساكنين. اقول لم يلد ولم يولد ولم يكون، ولا ولم يكن، لم يكن، يكن بالسكون بس الواو محذوفه. طب الواو محذوفه لعدم التقاء الساكنين. اقول تسود، اه تسود المحبه ولا تسد المحبه؟ تسد، حذفت الواو لعدم التقاء الساكنين. يبقى اما الفعل يكون صحيح وقبله الف او واو او ياء بتحذفها لعدم التقاء الساكنين، بتحذفها لعدم التقاء الساكنين، خلي بالك. كلام جميل. طب عايز افتكر حته كده في الفعل المضارع اما اشوف مين اللي هيفتكرها معايا. الفعل مثلا يعطي، اجعل هذا الفعل واجب التوكيد بالنون مره وجائز التوكيد بالنون مرة ثانية وممتنع التوكيد بالنون مرة ثالثة. أنا عايز الفعل يعطي ده واجب وجائز وممتنع، ده كان بادجات كده محفوظة في تانية ثانوي. عايز تخليه واجب التوكيد؟ واجب دي مهمة، واجب دي مهمة قوي، مهمة قوي في الامتحانات. آه والله، أيوة، ليعطينا الغني الفقير. أجيب قسم قبليها واجيب لام واحط بعد الفعل النون، وفي الحاله ده يبقى اسمه واجب التوكيد بالنون. ايوه. الجائز ما فيهوش والله، اقول هل يعطينا وهل يعطي، اشتغل بهل، ومره بالنون ومره من غير النون. طب ليه مره بالنون ومره من غير النون؟ عشان ده جائز التوكيد بالنون. الجائز ما فيهوش قسم، الفعل لم يتصل باللام ولم يقع جواب لقسم. يبقى اما اقول واجب تجيب والله، اجيب لك مثلا يمنح، والله لا يمنحن، اجيب والله واللام قبل الفعل والنون بعد الفعل واكتب بين قوسين واجب التوكيد بالنون. طب الجائز، هل يمنحن وهل يمنح، اجيب امر او نهي او استفهام، طبعا كله بيحل بالاستفهام اسهل حاجه. طب الممتنع، ركزوا فيه، والله شبه الاولاني لسوف يعطي، افصل بين الفعل واللام بالسين او سوف، والله لسيعطي او والله لسوف يعطي، واكتب جنبه ممتنع التوكيد بالنون. اخطر حاجه بتغلطوا فيها العيال تحلها ازاي؟ تقول والله لسوف، ايوه برافو، يعطينا. غلط، ما تحطش نون لانه ده اسمه ممتنع التوكيد بالنون. او والله لسى، اقول له برافو عليه، والله لسيعطي. يا ابني ما ينفعش لسيعطي، ما ينفعش، لان الفعل اتفصل بينه وبين اللام بالسين وسوف، وده ممتنع. في طريقه تانية للممتنع، تقول والله لا يعطي
بس تحط كلمة الآن، واوعى تحط النون برضو. الممتنع ليه شكلين في الحل، إنما الواجب مالوش غير شكل واحد، والجائز أمر أو نهي أو استفهام، ودايما الطلبة بتحب بالاستفهام. ورقة وقلم واكتب ورايا، يلا. يمنح، اجعل هذا الفعل كله يحل. يمنح، اجعل هذا الفعل واجب التوكيد بالنون مرة، وجائز التوكيد بالنون مرة ثانية، وممتنع التوكيد بالنون مرة ثالثة. حد يقول يلا؟ والله ايوه لا يمنحن. برافو عليك. طب هل يمنحن وهل يمنح؟ ده جائز. طب الممتنع؟ والله لا سوف يمنح. صح. طب حل تاني؟ والله لا سيمنح. برافو. طب حل تالت؟ والله لا يمنح الان. الممتنع ما تحطلوش نون، الممتنع ما تحطلوش نون، الممتنع ما تحطلوش نون. قلت ثلاث مرات. انما الواجب والله قبل الفعل، واللام قبل الفعل، والنون بعد الفعل. مفيش كلام ومفيش نقاش في واجب التوكيد بالنون. خلي بالك عشان دي حته بيجيبوها في الامتحانات، حته من الحاجات اللي هما بيجيبوها في الامتحانات. طيب، كم طالبا في الفصل؟ على طول دي كم استفهاميه عشان بعرف اجاوبها، واللي بعدها على طول وانت مغمض تمييز منصوب، مفيش كلام. كم الاستفهاميه؟ تمييزها منصوب ولها اجابه. كم طالبا في الفصل؟ كم كتابا في الحقيبة؟ طب لو جيت قلت لحضرتك ممكن ادخل عليها حرف جر، بكم جنيها وبكم جنيه. ايه ده بقى؟ لما يدخل على كم الاستفهامية حرف جر، بكم جنيه اشتريت الكتاب، تعمل ايه؟ ممكن التمييز يبقى منصوب وممكن يتحول لتمييز مجرور براحتك، لان كم الاستفهامية يدخل عليها حرف الجر، فيبقى تمييزها منصوب او يتحول الى تمييز مجرور كما تشاء. المهم في الغالب انا بعرفها ازاي؟ بعرفها ان هي بيكون لها اجابه. كم لازم يكون لها اجابه. طالما اعرف اجاوب الجمله يبقى دي كم استفهاميه. تنسى علامه استفهام هتزعل في الامتحان، هيزعلك في الامتحان وهينقصك درجه كامله عشان علامه استفهام. طب بص الجمله دي كده، كم شهيد ضحى في سبيل الله؟ على طول دي كام الخبرية؟ ملهاش إجابة، ولازم أحط علامة التعجب، ده اللي بيسميها العلامة الخبرية. وشهيد ده تمييز مجرور بالإضافة، مفيش كلام. كام الخبرية؟ ملهاش إجابة. علامة الترقيم بتاعتها أهي، تمييزها مجرور دائما. طيب تعالى كده، لو قلت كم من شهيد ضحى في سبيل الله، أيوة برضو خبرية، وشهيد ده تمييز مجرور بمن، ايوه تمييز مجرور بمن. يبقى انت عارف ان على طول تمييز كامل خبريه يا مجرور بالاضافه يا مجرور بمن، زي ما انت شايف مفيش كلام ومفيش نقاش في كامل خبريه، تمييزها مجرور دايما، وجمله لا تستطيع اجابتها ملهاش اجابه وتدل على الكثره، عشان كده بيقولوا على كامل خبريه كامل عدديه. تمييزها بيجي جمع، كم من دول وقفت بجانب مصر؟ كم من دول وقفت بجانب مصر؟ طب لو قلت كم دولة وقفت بجانب مصر؟ دولة؟ ده انا خليتها استفهامية احط علامة استفهام. صعبة؟ ادي كم الاستفهامية وادي كم الخبرية. طب تعالى كده بسرعة استخرج حرف جر زائد. حرف الجر الزائد من والباء والكاف. من والباء والكاف دي حروف الجر الزائدة. من والباء والكاف دول ثلاث حروف جر زائدة. قبل ما اتكلم في اي واحدة فيهم لو سمحت، لما اطلب منك حرف جر زائد دور لي على واحدة من الثلاثة في القطعة في جملة. ثانيا لو سمحت احذف حرف الجر الزائد، اذا استقام المعنى يبقى انت حليت صح. يعني ايه؟ يعني من الاخر حرف الجر الزائد لما بتيجي تحذفه مفيش حاجة بتحصل، معنى الجملة لا يتأثر، وهنشوف دلوقتي. تعالى كده نبدأ بأول حاجة، من. لابد أن تسبق بنفي أو استفهام، وما بعدها يكون نكرة مجرورة لفظا. يجي بعدها نكرة مجرورة لفظا. هل من خالق غير الله؟ شيل من كده واقرأ. هل خالق غير الله؟ حاجة حصلت ولا الهوى؟ يبقى على طول أنا حليت صح. طب في حاجة كمان تبين لك اللي أنت حليت صح. من شروط من عشان تأتي زائدة أن تسبق بنفي أو استفهام. طب ما قبلها هل، هي قبلها استفهام، يبقى أنا حليت صح. في حاجة تالتة تبين لك اللي أنت حليت صح.
ان بيجي بعدها نكره مجروره لفظا، يعني مجروره كده وكده، انما اللي بعدها بيتعرب حسب موقعه في الجمله. هنشوف دلوقتي. يبقى نكره ما فيهوش الف ولام اهو، طالما نكره وسبقت باستفهام وحذفتها ما فيش حاجه اتاثرت في الجمله، يبقى انا حليت صح 100%. طب اللي بعد منها يتعرب ايه؟ هيعرب مبتدا، ايوه، مجرور لفظا مرفوع محلا اهو. شوف، يبقى هو بيجر لفظا بس ومرفوع محلا عادي جدا. طب كمان جملة، اما اجي واقول ما من خالق الا الله، حد كده يحذف منه يقرا الجملة، ما خالق الا الله، حاجة حصلت؟ مفيش اي حاجة حصلت، انت كله تمام، انت ماشي صح 100%. عايز كمان اعرف ان اجابتي صح. سبقت بنفي او استفهام، ما سبقت بنفي، بعدها لازم يكون نكرة، خالق نكرة. طب تعرب اللي بعد من ايه؟ مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا. انا بقول مجرور لفظا، ده انا بس بدي حق حرف الجر الزائد مش اكتر، انما هو ما بيجرش غير لفظا بس. كلام جميل. طب تعال نشوف الباء ونركز في الباء. الباء عشان تأتي زائدة، بتيجي زائدة في ثلاثة خبر واثنين فاعل. اول حاجة خبر ليس، أليس الله بكاف عبده؟ خلي بالك، ايوه، شيل الباء كده، أليس الله كاف؟ مفيش حاجة حصلت، يبقى جاءت زائدة وجاية في خبر ليس. طب اعرف خبر ليس ايه؟ عيب بقى، ده خبر ليس، ليس من اخوات كان رافعة ناصبة، يبقى الخبر بكاف ده ايه؟ خبر ليس مجرور لفظا منصوب محلا. اسمع، خبر ليس مجرور لفظا منصوب محلا. طب انا قلت مجرور لفظا ليه؟ عشان حركة حرف الجر الزائد اللي هي الباء. طب ليه منصوب؟ عشان ليس من اخوات كان، وكان واخواتها رافعة، ايوه، ناصبة. كلام محترم وكلام جميل. تأتي زائدة في خبر، في خبر ما، اما اجي اقول لك وما ربك بظلام للعبيد، بص كده اهو، شيل الباء، وما ربك ظلام للعبيد، ولا حاجه حصلت، يبقى جاءت زائده في خبر ما. كلام جميل. طب خبر ما، ما دي زي ليس وكان، يبقى اعربوا ايه؟ خبر ما مجرور لفظا منصوب محلا، لانها برضو رافعه ناصبه. شوف، لازم اقول خبر ما مجرور لفظا منصوب محل. تأتي زائدة في خبر كان المسبوقة بنفي أو نهي، خبر كان بس قبلها نفي، وما كنت بمهمل، حد يعرف بمهمل؟ خبر كان مجرور لفظا منصوب محلا. طب ما جاءت زائدة، يبقى الباء بتأتي زائدة في ثلاثة خبر واثنين فاعل. قبل ما اقول الاثنين الفاعل، حد يقول لي ثلاثة خبر، خبر ليس وخبر ما وخبر كان المسبوقة بنفي أو نهي. خلي بالك ان خبر ليس وخبر ما وخبر كان المسبوقة بنفي او نهي كلهم بيتعربوا خبر مجرور لفظا منصوب محلا، لان الحاجات دي كلها رافعة ها ناصبة، يبقى الخبر بتاعها منصوب، بس لازم اقول مجرور لفظا الاول. طيب اتنين فاعل، فاعل كفى، كفى بالله شهيدا، حد يعرب لي بالله؟ اوعى تعرف اسم مجرور اللي بعد كفى فاعل، وفاعل دايما بيكون متصل به حرف الباء، وحرف الباء زائدة في فاعل كفى. كفى بالله، اعرب لي بالله، فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا. اسمع، فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا، يبقى ادي فاعل كفى اهو. وفاعل ايه كمان؟ فاعل افعل به للتعجب، اكرم بالمجتهد، صيغة التعجب بتاعت سنة تانية، اكرم بالمجتهد. اوعى تعرف بالمجتهد اسم مجرور، ده صيغه افعل به، بتتعرب ايه دي؟ بتعرب مبتدا غلط، ده بتعرف فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا. يبقى الباء بتاتي زائده في ثلاثه خبر واثنين فاعل، ثلاثه خبر واثنين فاعل، الاثنين الفاعل اللي هم فاعل كفى وفاعل افعل به للتعجب. تعربوا لي الفاعل هنا ايه؟ يعني ايه هو فاعل؟ بس اقول فاعل مجرور لفظا، ايوه، مرفوع محلا، فاعل مجرور لفظا ايه؟ مرفوع محلا. كلام جميل. طب الكاف، الكاف لا تاتي زائده الا مع مثل وهما للتشبيه، بتيجي مع مثل، ليس كمثله شيء. شوف الكاف زائده في مثل. طيب هي اصل الايه ايه؟
ليس شيء كمثله. إذن ده اسم ليس، يبقى ده خبر ليس مقدم. طب حد يعرف يعربه؟ خبر ليس مقدم وخبر ليس بيكون منصوب، يبقى أقول مجرور لفظا منصوب محلا. أسمع، مجرور لفظا إيه؟ منصوب محلا. يبقى كمان مرة، الكاف لا تأتي زائدة إلا مع مثل، وهما للتشبيه. ليس كمثله شيء، أصل الآية ليس شيء كمثله. شيء اسم ليس مؤخر، يبقى كمثل خبر ليس، وليس رافعة ناصبة، يبقى خبرها منصوب. بس أقول خبر ليس مقدم مجرور لفظا منصوب محلا. جابها في امتحان 2014، حلوا الجملة دي كده، بيقول ليس كمثله نفع. حد يطلع حرف جر زائد 2014 في الامتحان، دور أول 2014. ليس كمثله نفع، حرف الجر الزائد الكاف، وتأتي مع مثل، وهما للتشبيه، وإعراب كمثله خبر ليس مقدم، خبر ليس مقدم ومجرور لفظا منصوب محلا. ملحوظة، عندي حرف جر اسمه ربا، وده حرف جر شبيه بالزائد وقد يحذف. ربا ده، ربا ده اللي بيجي بعدها بيعرب مبتدأ، ولكن مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا. عايز مثال؟ اكتبه مثال كده، رب ضرات نافعة، رب أخ لك لم تلده أمك. أيوة، يبقى على طول اللي بيجي بعدها مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا، مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا. حرف الجر الزائد أول طريقة تبين لك اللي انت بتحل صح، اللي انت تحذفه من الجملة. لو معنى الجملة ما تأثرش وما تغيرش، يبقى انت حليت كله تمام. يلا نركز عشان هملي حاجتين في غاية الأهمية. يلا بينا، هنتكلم في بعض الحاجات، ثلاث نقط أو أربع نقط، عاوز كل الناس مركزة معايا. أول حاجة الكشف المعجم. لما أقول لحضرتك الكشف المعجم، حضرتك بتجيب المادة الأصلية للكلمة، وده طبعا بكثرة الحل لازم تتدرب اللي انت تجيب أصل الكلمة. وبعد ما تجيب المادة الأصلية، حضرتك بتفتح قوس وتكتب الحرف الأول والحرف الثاني والحرف الثالث، اللي هما بيسموه باب الحرف الأول فصل الحرف الثاني مع مراعاة باقي الحروف. خلي بالك، مادة زي اللي جابها في 2017 مادة الأطباء، فالواد بيقول لي طببة، برافو عليك، فتكتب طببة بتاخد عليها درجة، وبعد كده تقول لي باب الطاء فصل الباء مع مراعاة الباء. وساعات بيكتبها في نموذج الإجابة طببة، وبعد كده يفتح قوس يكتب الطاء والباء والباء. لو واحد اكتفى بالمادة بس بينقصه درجة، ولازم تكتب المادة وتكتب طريقة الكشف، خلي بالك. طب مادة التجديد بالمرة بقى، جددة، أيوة، يبقى الجيم والدال والدال. انت حضرتك فتحت قوس كتبت لي جيم ودال ودال، او بتكتب لي باب الحرف الاول وفصل الحرف الثاني مع مراعاة باقي الحروف. كلام جميل. طيب تعالى كده نشوف مادة زي مادة ثقة وثقة. طب مادة مثلا زي مادة هبة وهبة. طب مادة زي مادة سمة وسمة. يبقى انت عندك بعض المواد جف 2015 او 16، يكن كونا، الكاف والواو والنون. خلي بالك الكلمة ما بتبقاش صعبة زي ما انت متخيل. المهم ان في بعض العيال للأسف بتكتفي بذكر المادة، يذكر المادة ويقوم سايب الكلمة وماشي. ما ينفعش، لازم طريقة الكشف، عشان بيقولك كيف تكشف في معجمك عن كذا، كيف تكشف في معجمك عن كذا، يبقى انا لازم اوريله طريقة الكشف بتاعتي عشان ما نقص درجات. تدرب نفسك، ودايما تدرب نفسك على الكلمات السهلة، لأن الامتحان ما بيكونش الغاز. الناس اللي بتبعت لي على الصفحة، طب مادة أخطبوط إيه؟ طب مادة أسطورة؟ طب مادة أساطير؟ طب مادة مش، ما فيش الكلام ده يا حبيبي. في الامتحانات الموضوع ما هوش ألغاز، الامتحان مش ألغاز، الامتحان بيكون بسيط وسهل وواضح، وكلمة بتكون واضحة من القطعة. تمام، كلام جميل وكلام زي الفل. ما ينفعش اللي انت تكتفي بذكر المادة، لازم طريقة الكشف. ما تذكرش المادة وتمشي وتسيب الراجل، للأسف بيوزعوها بدرجتين، ودايما في عيال بتنقص هنا درجة من غير أي لازمة ومن غير أي داعي.
طب تعالى في الحته اللي جايه دي عشان الحته مهمه جدا جدا جدا. عايز افكركم بجمله كده، حضر الطلاب الا طالب. حد فاكر ده اسلوب ايه؟ استثناء. جدع. لما الجمله ما يكونش فيها نفي والمستثنى منه ده هو موجود، في الحاله دي كلمه طالب بتعرب مستثنى منصوب بالفتحه وجوبا. لو سمحتوا ركزوا معايا استاذ، ده حته قديمه جدا من اولى ثانوي، معلش خدنا على قد عقلي كده وركز معايا. حضر الطلاب الا طالب. لا، ده حضر الطلاب الا طالبا. ما انت هتعربها بقى، هتعربها مستثنى منصوب بالفتحه وجوبا. كلمه وجوبا يعني ملهاش اجابه غير كده. يبقى الحاله الاولى ان ما يكونش في اداه نفي وتكون المستثنى منه اللي هو الطلاب موجود. طب لو قلت لم يحضر الطلاب الا طالب، في الحاله دي طالب صح وطالبا صح. ليه؟ طالما في نفي والطلاب برضو موجوده ده بيسموه تام منفي، انما ده اسمه تام مثبت عشان ما فيش اداه نفي. التام المنفي يا اما بيعرب المستثنى بعد الا مستثنى منصوب بالفتحه بس جوازا، يعني ليه اعراب تاني، يا اما بيعرب بدل من المستثنى منه. المستثنى منه اللي هو كلمه الطلاب، يحضر الطلاب، الطلاب فاعل، يبقى يا اما بدل مرفوع بالضمه يا اما مستثنى منصوب بالفتحه جوازا. كمان مره تاني، الاستثناء بإلا ليه ثلاث حالات. الحاله الاولى والثانيه شبه بعض، يا اما الجمله اولها اداه نفي يا ما فيش اداه نفي. لو ما فيش اداه نفي والجمله كامله، والجمله كامله، ده الاسلوب الاول اللي هم بيقولوا عليه تام مثبت. حضر الطلاب الا طالبا، ايوه، يبقى طالبا ده هي مستثنى منصوب بالفتحه وجوبا، يعني ما فيش اعراب غير كده يا جماعه. طب لو قلت لم يحضر الطلاب الا طالب، ينفع الا طالب والا طالبا؟ طالما بقى تام، هو تام برضه، تام ده هي اللي بتخليني اقول تام، بس منفي دي الحاله الثانيه عشان في اداه نفي. يبقى كلمة طالب بعد إلا مستثنى منصوب بالفتحة جوازا أو بدل من المستثنى منه، بدل مرفوع بالضمة. طب الحالة الثالثة، لم يحضر إلا طالب. دي حالة مهمة، الطلاب مش موجودة، يبقى الأسلوب اسمه ناقص، وفي أداة نفي يبقى ناقص منفي، ده زي ده هو، بس ده تام عشان الطلاب موجودة، إنما ده ناقص مفيش الطلاب. في الحالة دي اللي بعد إلا يعرب حسب موقعه في الجملة، شيلوا لم وشيلوا إلا عشان ما تتلخبطوش. يحضر طالب، مين اللي بيحضر؟ طالب، يبقى طالب فاعل مرفوع بالضمة، مفيش كلام. أما كنت أحب ألخبط العيال في الامتحانات كنت أجي أدربك وأقول لك لم يكافئ إلا المجتهد. أهو شوف كلمة لم يكافئ إلا المجتهد، أنا بنيت الفعل للمجهول. دي الحالة الثالثة ناقص منفي، شيل لم وشيل إلا عشان تعرف تعرب. يكافئ المجتهد، المجتهد هنا نائب إيه؟ أيوه نائب فاعل. يبقى الثلاث حالات بتوع إلا، حد يقولهم لي تاني. أستاذ أنت بتراجع حالات إلا ده بتاعت أولى ثانوي، يا عم قول معايا بس. الحالة الأولى تام مثبت، يبقى المستثنى بعد إلا مستثنى منصوب بالفتحة وجوبا. طب الحالة الثانية تام منفي، يبقى مستثنى منصوب بالفتحة جوازا أو بدل من المستثنى منه. طب الحالة التالتة ناقص منفي، في الحالة دي اللي بعد إلا حسب موقعه في الجملة، تشيل لم وإلا يطلع لك اللي بعدها على طول. طيب عندي بقى نفس الجمل، حضر الطلاب غير طالب، ولم يحضر الطلاب غير طالب، ولم يحضر غير طالب، اللي هي حالة غير وسوى. اللي بعد غير وسوى في كل الحالات مضاف إليه، مضاف إليه، مضاف إليه، أهو. طالب في التلات جمل وفي التلات حالات مضاف إليه، لأن المستثنى بعد غير وسوى، المستثنى بعد غير وسوى، المستثنى بعد غير وسوى يعرب مضاف إليه، مفيش كلام. مفيش كلام فيها، مفيش نقاش. طب والحاجات اللي إحنا أعربناها ده إيه؟ نرميها؟ اللي هي مستثنى منصوب بالفتحة وجوبا، واللي هي بدل من المستثنى منه ومستثنى منصوب جوازا وحسب موقعه في الجملة. لا، تاخدها غير وسوى. يعني ايه تاخدها غير وسوى؟ يعني غير في الحالة الأولى هتبقى مستثنى، لا اسم استثناء منصوب بالفتحة وجوبا. طب غير وسوى في الحالة الثانية اسم استثناء منصوب بالفتحة جوازا أو بدل. طب في الحالة التالتة حسب موقعها في الجملة يحضر غير، هو مين اللي بيحضر ده غير؟ يبقى غير دي فاعل مرفوع بالضمة. الإعرابات ده
تشيلها تحطها الغير وسوى. طب ليه؟ اصل كان المفروض اللي ياخد الاعرابات ده هي كلمه طالب، بس انا جالي ثابت اعرابي بيقول ان اللي بعد غير وسوى مضاف اليه، فاخد الاعرابات ده اطلعها الغير وسوى، بس غير ما يكونش اسمها مستثنى، يكون اسمها اسم استثناء. طب انت بتفكرنا بالحته دي ليه؟ عشان الجمله اللي جايه ده، حضر او فاز السباحون الا سباحا. جميل. ضع غير مكان الا واعرب غير وما بعدها. انا هحلها مره واحده بس وانتوا حرين. احذف الا واقول فاز السباحون غير سباح. اول ما تحذف الا وتحط غير او سوى تغمض عينك وتعرب سباح مضاف اليه. قبل ما تكمل اي حاجه، يبقى انت كده حطيت له غير مكان الا واعربت له غير وما بعدها. لا، انت عربت اللي ما بعدها، لسه بقى اعراب غير نفسها. دي الحاله الايه؟ ده السباحون موجوده ومفيش نفي، ده التام المثبت. الحاله الاولى اللي هي مستثنى منصوب بالفتحه ايه؟ وجوبا. هتاخدها غير بس مش هيبقى اسمها مستثنى منصوب بالفتحه وجوبا، امال اسمها ايه؟ اسم استثناء منصوب بالفتحه وجوبا. صعبه؟ اهو. طب نتدرب على كمان جمله، نتدرب على كمان جمله. لو اقول مثلا، مثلا لم احترم الطلاب، لم احترم الطلاب الا المجتهد. شوف كده، لم احترم الطلاب الا المجتهد. ايوه، انا لم احترم الطلاب، انا اللي بحترم، اه ده الطلاب هنا مفعول به. ايوه، وما بحترمش منهم غير المجتهد بس. ايوه، طب انت عاوز ايه؟ ضع سوى مكان الا واعرب سوى وما بعدها. حد يحل بقى معايا، هشيل الا واحط سوى واعرب المجتهد وانا مغمض عيني ايه؟ مضاف اليه. برافو عليك. طب سوى ده الحاله الثانيه، اسم استثناء منصوب بالفتحه جوازا، مش مستثنى، لا اسم استثناء، او بدل من الطلاب منصوب بالفتحه. طب ليه بدل منصوب؟ عشان الطلاب هنا مفعول به. احترم انا الطلاب، لم احترم الطلاب الا المجتهد، ما بحترمش في الطلاب غير المجتهد بس. يبقى على طول بدل منصوب او اسم استثناء منصوب بالفتحه جوازا. خد بالك من الحته دي في الامتحان، خد بالك في الحته دي في الامتحان. طب انا عايز الناس بقى تركز معايا في الحته دي. تدعو، ايوه، او يدعو، امرني. اجعل هذا الفعل، ايوه، متصلا بواو الجماعه في جمله ونون النسوه في جمله اخرى. او اجيب انا الجملتين جاهزين واقول لك يذل الافعال. ركزوا بالله عليكم. الرجال يدعون الى الخير والنساء تدعون الى الخير. هيقول لك اذل الفعلين، ده على وزن يفعون، ايوه، ودي على وزن تفعلنا، ايوه. يبقى الوزن يفعون ها وتفعلن. كلام جميل وزي الفل. ثم انا عايز الفرق بقى، وضح الفرق بين الواو والواو. الواو الاولانيه في يدعونا ده واو الجماعه، ولازم تعربها له ضمير مبني في محل رفع فاعل، صح؟ انما الواو الثانيه ده هي الواو دي اسمها واو الفعل الاصلي، ونون النسوه هي اللي ضمير مبني في محل رفع فاعل. خلي بالكم من الفعل يدعو ويرجو دايما. في الرجال يرجون الخير والنساء ترجون الخير، يفعون وتفعلن، يفعون وتفعلن. والواو اللي فوق هي واو الجماعه، ضمير مبني في محل رفع فاعل، ايوه. انما الواو الثانيه ده واو الفعل الاصلي، ونون النسوه هي اللي ضمير مبني في محل رفع فاعل، ما بتعرفوش تحلوها في الامتحانات وجت كتير في الامتحانات. طب كله يكتب الجملتين دول والوزنين والفرق بين الواو والواو. وانا قلت وحذرت، كان عددهم 13 طالب، ايوه، و15 طالبه، وقد امضوا 3 ساعات. ركز ركز ركز، عايز احول الكلام والارقام دي بقى لحروف. كان عددهم، ايوه، 3
عشرة طالباً. شوف الكلام، الأولى هتخالف والتانية الطابق. لو المعدود ده هو مذكر يبقى العدد الصغير ده هو مؤنث من 3 ل 9، وعشرة طالباً 13 طالباً. طيب نعكس، وخمستاشر طالبة يبقى 15 طالبة. شوف الكلام. طب أنا قلت ليه؟ عشان هنا المعدود مؤنث يبقى دي هتخالف ودي الطابق. طب ده ايه هتخالف؟ هو مفرد ساعات ايه؟ ساعة مؤنثة وقد أمضوا 3 ساعات. التحويل ده مهم؟ جابوا في الامتحان السنة اللي فاتت كان عددهم 13 طالبا و15 طالبة. أيوة، وقد أمضوا 3 ساعات. وقد أمضوا 3 ساعات تخالف المعدود على طول، تخالف المعدود على طول لأن المؤنث ساعة. في صعوبة في الكلام؟ كشف المعجم، تحويل الجملة بتاعت غير وسوى، الفعل بتاع يرجو ويدعو، تحويل الأرقام لحروف أو تحويل الأعداد ده هي لحروف، وتبقى عارف تمييزها شغال إزاي. الحاجات دي مهمة جدا في الامتحانات. كده احنا ناقشنا كل الأفكار بتاعت الثانوية العامة في فرع النحو، البعبع بتاع الثانوية العامة. مطلوب من حضرتك اللي انت تراجعها مرتين وبالورقة والقلم. كل الحاجات اللي انا وقفت عليها وانا شغال وقلت لك اكتب السؤال، دي حاجات مهمة جدا 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 في الامتحان. في حاجات انت بالنسبة لك حاجات قديمة وانت مش فاهم انا بقولها ليه، هتفهم بعد كده. عاوز كل الناس تراجع الحلقة مرتين بالورقة والقلم. اللي هيكتب الحلقات بالورقة والقلم ده هيكون مرجع مهم بالنسبة لك قبل الامتحان، ومهم بالنسبة لك في المراجعة الأخيرة. أي فرع أنت هتكتبه بالورقة والقلم كن واثق اللي أنت إن شاء الله هتجيب نهائية في الفرع ده. كل الناس تجهز، أشوفكم على خير، بالتوفيق إن شاء الله.